بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. هبدأ بالخبر الأهم. منذ لحظات الأهلي بيشكر شركة الكرة ويؤكد على تقديره الكامل لجهودها. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه مجلس إدارة النادي من جانب الأستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وتوجيه الشكر والتحية إليهم عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت. كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد. ده زي ما قلت لحضراتكم الخبر الأهم خلال الفترة الأخيرة. في ناس كل شوية تتكلم على التفاصيل، ولكن خليني أقول لحضرتك، هل هناك اختلاف على أن ياسين منصور هو واحد من أكبر الأهلوية أو واحد من أكتر الناس اللي بتحب النادي الأهلي؟ لا يوجد اختلاف في هذا الأمر، مصطفى المهندس مصطفى فهمي، كابتن علاء عبد الصادق، وبالتالي زي ما قال بيان النادي الأهلي كل التحية والتقدير لهذه الأسماء، كل التحية والتقدير على فترة فضلت فيها شركة الكرة علشان تطور من الأداء خلال الفترة السابقة، ولكن في النهاية تقدمت شركة الكرة باستقالتها وقبلها مجلس إدارة النادي الأهلي، وسيتم عرضها على الجمعية العمومية الغير طارئة التي ستكون في الأيام بقى أو في الشهور القادمة إن شاء الله. لكن في النهاية شكرا جزيلا لياسين بيه منصور، واحد زي ما كنت بتكلم وسأظل أتكلم، واحد من أبناء النادي الأهلي الحقيقة. ياسين بيه منصور ومصطفى فهمي وكابتن علاء عبد الصادق والمهندس مصطفى فهمي طبعا كلهم الحقيقة يعني من أولاد النادي الأهلي. لما كنت بتكلم قبل كده وبقول إن ياسين بيه منصور ده واحد من أساطير الاقتصاد في مصر، سيظل دائما ياسين منصور واحد من أساطير الاقتصاد في مصر. مش عايز بقى حضراتكم نروح لاتجاهات كتيرة جدا، لكن خلوني أتكلم معاكم في اللي يهم جمهور النادي الأهلي. اللي يهم جمهور النادي الأهلي النهاردة كان في اجتماع للجنة التخطيط مع مجلس إدارة أو مع الكابتن محمود الخطيب مشرف الكرة والكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، طبعا في وجود الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف. اللي هقدر أقوله حتى هذه اللحظة هل هناك صفقات جديدة للنادي الأهلي؟ اللي هقدر أقوله أن هناك صفقات جديدة انتهى منها النادي الأهلي وسيتم إعلانها بعد نهاية بطولة الدوري. ده الكلام ده أنا بقوله على لسان البيت الكبير، مش بقوله مجرد كلام وخلاص. لكن انتهى النادي الأهلي من أن هناك أسماء كبيرة ومهمة من وجهة نظر الفترة السابقة علشان سيتم الإعلان عنها إن شاء الله خلال أو بعد نهاية الدوري الممتاز هذا الموسم. شركة الكورة أو أنا آسف لجنة التخطيط مع الكابتن محمود والكابتن حسام غالي عاملين شغل جيد جدا، هيبان بقى خلال الأيام القادمة. دي حاجة مهمة جدا جدا أنا عايز بس أبلغ بيها جمهور النادي الأهلي، متقلقوش من حاجة، دنيا زي الفل، كل حاجة دائما ما تكون تحت الدراسة داخل النادي الأهلي لحين الانتهاء منها رسميا. مرة تانية، هل انتهى النادي الأهلي من إضافة بعض الصفقات لفريق الكرة خلال الفترة اللي جاية؟ نعم، انتهى النادي الأهلي من إضافة بعض الصفقات داخل فريق الكرة خلال الموسم القادم. صفقات أجنبية نعم، وصفقات مصرية نعم، هذا واضح جدا للجميع.
متى سيتم الإعلان عن هذه الصفقات؟ بعد نهاية الموسم الكروي الحالي. كده أنا بس بقول لحضراتكم ليه الكلام ده، أو سمح ليا إن أنا أقول لحضراتكم هذا الكلام علشان تبقوا حضراتكم مطمنين، ما تقلقوش من أي حاجة، كل حاجة ماشية في خطتها. النادي الأهلي عندما يقرر شيء بيتم دراسته من جميع الجوانب. بيتم دراسته من جميع الجوانب، وبالتالي خلينا ننتظر الأيام القادمة التي سوف يتم الإعلان فيها عن صفقات سوف تضاف لفريق كرة القدم خلال الفترة اللي جاية. هل ممكن بقى طلب لجمهور الأهلي؟ هل ممكن نقفل هذا الأمر وننتظر ما هو قادم؟ خلاص، مجلس إدارة النادي الأهلي قال لنا إيه اللي هيحصل. مجلس إدارة النادي الأهلي قبل استقالة شركة الكرة برئاسة الأسطورة الاقتصادية ياسين بيه منصور ثم وبقية أعضاء شركة الكرة، وسوف يتم البت في هذا الأمر في أمر استمرارهم أو في عدم استمرارهم إن شاء الله في جمعية عمومية طارئة. ده بناء على البيان اللي حطه النادي الأهلي على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي. وبالتالي شكرا لشركة الكرة، شكرا لياسين بيه منصور، وشكرا للجميع، وسوف ننتظر ماذا سوف يحدث خلال الفترة القادمة اللي حدث فيها أمور كثيرة خلال الفترة السابقة علشان حضراتكم تبقوا مطمنين. صفقات جديدة هيتم الإعلان عنها سواء مصرية أو أجنبية. تمام؟ النهاردة بقى خلينا نبدأ حلقتنا. يمكن النهاردة حلقتنا تكون يعني مختلفة شوية. الحقيقة عايز أتكلم فيها مع كل الأهلاوية كلام من القلب، دردشة أهلاوي مع جمهور، مع جمهور النادي الأهلي طبعا. يمكن خلاص أسدل الستار أو يعني ماتشين ثلاثة وتنتهي، أو ماتشين وتنتهي بطولة الدوري الممتاز. بطولة الدوري الممتاز، وعلى رأي الأستاذ نبيل الحلفاوي الأهلي وافق على إعارة الدوري هذا الموسم لأنها ذهبت بعيدا عن النادي الأهلي، أو تجديد إعارة النادي، إعارة الدرع، إعارة الدرع، الدرع الأهلي بيوافق عليها لأنها ذهبت بعيدا عن النادي الأهلي كما خطط لها، كما خطط لها. وبالفعل نجحت محاولات إبعاد الأهلي عن بطولة الدوري الممتاز للموسم الثاني على التوالي. لكن هل الكلام اللي أنا بقوله ده معناه إن إحنا ما عندناش تقصير؟ عندنا تقصير، وإن إحنا كنا وحشين، وعندنا بعض الأمور السيئة جوه الملعب، وعندنا تغيير مدربين، وعندنا أشياء كثيرة جدا. ولكن هل في حد أهلاوي أو هل في حد في مصر كلها ينكر أن هناك تحيز، أنا بقولها أهو، أن هناك تحيز تحكيمي ضد النادي الأهلي في الموسم السابق وفي هذا الموسم، وبالتالي ده أثر بشكل سلبي كبير جدا على مسيرة النادي الأهلي في الدوري العام المصري؟ هل حد عنده شك في إن احنا عندنا إجهاد كبير جدا مع سوء الأداء ومع تغيير المدربين ومع سوء مستوى بعض اللاعبين؟ كل ده أسباب بالمناسبة. أنا عايز بس أرجع مع حضرتك وأقول لك إن الفريق الوحيد في الدوري اللي في خلال 11 مباراة كسب 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، دي كانت بداية الدوري. خلينا نتذكر من البداية، يعني أعتقد التعادل الوحيد كان مع فيوتشر 1-1، ثم مواجهة بيراميدز والفوز بثلاثية، بعد كده سافرنا لمواجهة سان داونز في جنوب إفريقيا. ابتدت بقى رحلة الإجهاد والإرهاق اللي هو بجانب سوء الأداء وكذا وكذا وكذا. الكلام ده بس عشان محدش يقعد يقول لي كل شوية أصل أنتوا بترمي على الحكام وبترمي على الإجهاد. لا 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 أبدا، أنا بوري حضرتك أن كان هناك إجهاد واضح جدا ضد النادي، أو تعامل مع النادي الأهلي، وكان هناك تحيز تحكيمي واضح وسافر. لأنه الإرهاق الحقيقة، عايزين الناس عايزانا ننسى مشاركة المنتخب الوطني مثلا في كأس العرب اللي أقيمت في قطر في ديسمبر، ثم المشاركة في كأس العالم للأندية، والحصول على البرونزية للموسم الثاني على التوالي، ثم حالة إجهاد. وبعد الإجهاد إيه اللي هيحصل؟ بعد الإجهاد أنت كلاعب
عمرو السوليه مثلا، مجدي قفشه، الشناوي، اي حد من اللاعبين الكبار اللي بيلعبوا سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي، بيبقى في حاجه في دماغه عايز يوصلها لرجله مش قادر، فبتحمل على رجلك فبيجي لك اصابه. فبعد الاجهاد دايما بيحصل ايه؟ اصابه متكرره. طبيعي جدا، طبيعي في كميه تلاحم المباريات الغير طبيعيه والغير محتمله. خد بال حضرتك، بعض الانديه دلوقتي بتشتكي من الاجهاد. بعض الانديه دلوقتي حالا في اللي انا امبارح واول واول لقيتهم بيشتكوا من الاجهاد. طب ولما كان، طبعا الانديه دي في منها اللي ريح 40 يوم و42 يوم و45 يوم وكلام من ده في الوقت اللي كان بيلعب فيه النادي الاهلي في الامم الافريقيه، او معظم لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا في بطوله الامم الافريقيه تمثيلا لمصر او مع منتخب مصر، ثم بعد كده كاس العالم للانديه، ثم النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي كمل لنهائي افريقيا، وبالتالي كل ده حصل والناس ساعتها ما كانتش بتشتكي. يقول لك اجهاد ايه؟ انتوا بتقولوا اي كلام. دلوقتي معظم فرق الدوري بتشتكي من الاجهاد بعد ما داقوا 10% من اللي داقوا النادي الاهلي. 10% اقسم بالله، 10% فقط من اللي داقوا النادي الاهلي معظم فرق الدوري داقته دلوقتي. يقول لك احنا مجهدين، احنا مش قادرين، احنا تعبانين، كنا عملنا، كنا خلينا. لكن النادي الاهلي بقى لنا سنتين بهذا الشكل. طيب بعد كاس العالم العوده كانت لاستكمال بطوله دوري ابطال افريقيا، خلينا نتذكر واحده واحده. بعد الانتهاء من دور المجموعات اللي خرج منه الفرق المصريه سواء الزمالك في بطوله دوري ابطال افريقيا او الناحيه الثانيه في بيراميدز والمصري اللي كانوا بيلعبوا في الكونفدراليه. طبعا تخللها او تخلل دوري المجموعات مباريات قويه، ثم مباريات اقوى او قويه ايضا في الدوري العام المصري. كان منها مثلا مباراه المصري في الدور الاول اللي خسرها النادي الاهلي باخطاء تحكيميه فجه. قلت لحضراتكم وانا وريت لحضراتكم بالصوت والصوره ايه اللي حصل، واستعرضت كل الاخطاء التحكيميه صوت وصوره. خلي بالكم مباراه المصري دي كانت بدايه الاخطاء التحكيميه الفجه ضد النادي الاهلي في الدوري، ولكن خليني اكمل بس مع حضرتك. ثم اصابات عديده لا حصر لها. قولوا لي كده او فكروني مين اللي ما اتصابش في فريق الاهلي؟ الشناوي خط الدفاع بالكامل، اكرم اتصاب مع المنتخب، بدر بنون مع منتخب المغرب جاله كورونا ومضاعفات بعد الكورونا، ياسر ابراهيم اتصاب، علي معلول اتصاب، ايمن اشرف اتصاب، محمد عبد المنعم اتصاب في مباراه السنغال الاولى في تصفيات كاس العالم، ثم في مصر هنا طاهر محمد طاهر، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد شريف، مجدي قفشه، السليه، كل الناس دي اتصابت. ده جه وقت علينا الشناوي وعلي لطفي كانوا الاثنين مصابين. هل حضرتك متخيل؟ احمد عبد القادر الشاب الصغير اتصاب، بيرسي تاو اتصاب، ميكيسوني اتصاب، حسام حسن اتصاب. كل دول اصابات طويله، اقل حاجه كان بيغيب من 3 ل 4 مباريات. ليه؟ لان انت بتلعب كل يومين 3 ماتش، فلو انت اسبوعين يبقى انت فاتك 4 ماتشات. وبعدين انا جه في بالي دلوقتي مقارنه، عايز حد يقول لي فرقه في الدوري القوام الاساسي بتاعها بالكامل اتصاب ولاعبتها غايبه عنه فترات طويله زي ما حصل مع النادي الاهلي. عارفين مين اكتر اتنين في الدوري كله؟ انا هقول لحضراتكم، عمرو جمال وسيف تيري، الاتنين المهاجمين بتوع فاركو عندهم صليبي. اصابات كتيره جدا ضربت صفوف الاهلي. انا بتكلم على القوام الرئيسي، حتى بعض العناصر الاحتياطيه اللي ممكن تعتمد عليهم هم كمان اتصابوا. طب ايه اللي حصل بعد كده يا عم اسلام؟ انت عمال تتكلم وخلاص. طبعا كان من الطبيعي بعد كل هذه المحاولات ان الاهلي يخسر بطوله الدوري امام الوداد، بطوله افريقيا انا اسف امام الوداد، بمسرحيه هزليه كل العالم تابعها وسط دهشه واستغراب الجميع. طيب حصل ايه تاني؟
عودة لمباريات الدوري بعد خسارة الوداد وسط حالة نفسية وذهنية سيئة، خصوصا أن معظم لاعيبة النادي الأهلي بيلعبوا مع المنتخب، والمنتخب خسر نهائي بطولة أفريقيا ولم يصعد إلى كأس العالم في المباراة الأخيرة أمام السنغال. طيب نرجع للدوري، ثم تعادل غير عادل مع نادي الزمالك 2-2 في مباراة الأهلي، كان ممكن يخلصها الشوط الأول الحقيقة لو تفتكروا سير المباراة. النادي الأهلي كان ممكن يخلص هذه المباراة 2-3-4 بفارق 3-4 أهداف، ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. ركزوا بقى معايا في اللي جاي عشان الناس بس ما تقولش إني بختلق أوهام أو بطبل، هذه ليست الحقيقة. مع الاعتراف بسوء الأداء وسوء المستوى، أهو حصل اللي حصل في النهاية، انخفاض في مستوى اللاعبين الفني والبدني، محدش يقدر ينكر ده. بالمناسبة من قبل ده طبعا طبيعي رحيل بيتسو موسيماني المفاجئ بناء على طلب منه، ده كلام رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وتزامن مع رحيل موسيماني بناء على طلب منه وإجهاد اللاعبين، تزامن بقى مع كل ده إيه؟ أخطاء تحكيمية متعددة وفجة أثرت بشكل سلبي ومباشر على نتائج الفريق لأكثر من 12 نقطة، أنا وصلت لـ 14. أنا بكلم حضرتك في جولات الحسم الأخيرة، مش الدوري كله، لا لا لا، أنا بكلم حضرتك في المباريات اللي إحنا خسرنا فيها سواء تعادل أو خسارة. طب كانت النتيجة إيه؟ بعيداً عن الاحتواء والقصص التانية دي، طبعاً كان إيه النتيجة؟ إبعاد الأهلي عن المنافسة، وأنا أقصد أقول هذا الكلام. عارف حضرتك لو كان الأهلي تم إبعاده أو النادي الأهلي لم يكن مستواه جيداً والأمور مشيت بشكل عادل، يعني هو هل عشان الناس بتقول لك إيه؟ يا جماعة خليكم في فرقتكم بقى، شوفوا فرقتكم اللي مش عارف إيه واللي مش قادرين يجروا واللي تعبانين واللي وحشين واللي كذا واللي، هو أنتوا حضراتكم عايزيني أبص لفرقتي؟ بس في نفس الوقت حضراتكم عايزين الحكام يحكموا بمزاجهم زي ما هم عايزين؟ يعني أنا فرقتي دي حاجة تخص النادي الأهلي ومجلس إدارته والمشرفين على الكرة والمشرف على الكرة، صح؟ لكن هل ده معناه إن حضرتك ما تدينيش حقي؟ غريبة جدا، غريبة والله. يعني هل ده معناه إن أنا أحسب ضرب الجزاء وهي مش ضرب الجزاء؟ غريبة. حضرتك اديني حقي، اتغلب بقى ما اتغلبش، ابقى وحش ابقى مش وحش، ده قرارات مجلس اداره او قرارات مشرف على الكوره يقدر ياخد فيها القرارات اللي هو عايزها. لكن حضرتك ما تقعدش تقول لي خليك في فرقتك، يا عم انا عارف فرقتي كويس، يا عم انا قلتها 100 مره قبل كده، اقسم بالله العلي العظيم اتقالت 100 مره قبل كده، لو قفلنا النادي ده 10 سنين هنرجع وهننام ونحط رجل على رجل واحنا الفرق كبير برضه. ما بيننا وما بين اي حد. ما بيننا وما بين اي حد، يجمعوا مع بعض خمس ست انديه مش هيقربوا، ده بعد العشر سنين ما نقفل النادي. يعني حاجة غريبة جدا. أنا مالكش، محدش له علاقة بفريق النادي الأهلي غير جمهور النادي الأهلي والمشرف على الكرة في النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، بيتخذوا القرارات اللي بيروها مناسبة فقط لا غير. لكن ده معناه إن أنا ما أدكش، لا، إن أنا أجيب لك يقعد يعمل لك كده، وأجيب لك فلان يقعد يعمل لك كده، وأجيب لك ده يعمل لك الفار مش ما يشوفش، والفار اتأكل ودانه ولا إيه ما تفهمش، حاجات غريبة جدا بتحصل. عشان في الآخر يقول لك إيه؟ يا جماعة خليك في فرقتك. والله العظيم مش ده اللي حضراتكم بتسمعوه. طيب بعد تعادل فاركو، أجي بقى من الآخر يعني، بعد تعادل فاركو وهو قرر مجلس إدارة النادي الأهلي باستكمال مباريات الدوري باللاعبين العائدين من الإصابة واللاعبين الناشئين. والقرار ده أنا بحيي عليه مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة، لأنه هذا القرار من أهم القرارات اللي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على الكرة خلال الفترة السابقة علشان الموسم القادم، مش عشان الموسم ده. ان شاء الله هتشوفوا محمد شريف، ان شاء الله هتشوفوا قفشه، ان شاء الله هتشوفوا الشناوي، ان شاء الله هتشوفوا طاهر، ان شاء الله هتشوفوا حسين بشكل مختلف، كل الناس طبعا هتشوفوا الناس دي بشكل مختلف، هتحسوا ان هم صفقات جديده مع الصفقات اللي بيتم او تم التعاقد معاها. وبالتالي خساره النادي الاهلي للدوري
ولكن الخسارة لم تكن بسهولة كما توقع الجميع. أنا عايز بس فرقة في العالم مش في الدوري المصري، في العالم تمر بكل هذه الظروف وتقدر إنها تتوج ببطولة. أتمنى إن الكلام يكون وصل، وإحنا دلوقتي بنتكلم بمنتهى الهدوء، ما بنتكلمش علشان تبرير لا قدر الله ولا حاجة، إحنا لا نبرر شيء أمام جمهور النادي الأهلي، ولكن إحنا دائما بنقول الحقيقة. بالمناسبة أنا بشكر كل جمهور النادي الأهلي على التهنئة اللي بيهنوها لي الحقيقة وبعتوها لي على حلقة امبارح. الحقيقة أنا في النهاية أنا فرد داخل منظومة مهمة ومنظومة كبيرة جدا نقدر نعملها، ويعني أو دايما المنظومة دي في الآخر أنا اللي بطلع أتكلم مع حضراتكم، فأنا بشكركم جدا جدا على كمية الدعم اللي بنشوفها خلال هذه الفترة من جمهور النادي الأهلي المخلص اللي بيحب ناديه، اللي عارف أن هناك قرارات بيتم اتخاذها للمصلحة العامة، للمصلحة العامة وليس لشيء آخر. عارف قيمة رموزه، ياسين بيه منصور قدم استقالته، شكرا ياسين بيه، عمرك ما حد، كل التحية والتقدير لهذا الشخص المحترم مصطفى، المهندس مصطفى فهمي كل التحية والتقدير، كابتن علاء عبد الصادق كل التحية والتقدير. حتى امبارح واحنا بنتكلم على الأستاذ الكابتن هناء حمزة كنا بنتكلم عنها بكل احترام وبكل تقدير، على الرغم من ان هي خلال اسبوع او 10 ايام لم تتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي إلا بكل شيء سيء الحقيقة، ومعظم الكلام اللي اتقال كان غلط، وأنا قلت لحضرتك الكلام اللي اتقال امبارح ده كان غلط وغلط ليه، وجبت لحضرتك كل حاجة بالورق وبالشهود وبالصور وبكل حاجة. ليس عيبا إن احنا نبرز ما حدث خلال الفترة السابقة في هذا الأمر، ولكن العيب إن حد يطلع يتكلم عن مجلس إدارة النادي الأهلي بهذا الشكل. هل عمرك هتسمع ياسين بيه منصور بيتكلم عن اي حاجه حصلت ما بين ياسين بيه ومجلس اداره النادي الاهلي او الكابتن خطيب؟ عمرك ما هتسمع عن هذا الامر. ليه؟ لانه محب للنادي الاهلي، هذا الرجل هو محب للنادي الاهلي. كابتن خطيب، مش هتكلم بقى انا عن كابتن خطيب، مش هتكلم عن كابتن خطيب، لانه في النهايه الكل بيضع مصلحه النادي الاهلي فوق كل شيء، فوق ابنائه. فخلونا بقى نشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، خلونا نركز مع فريقنا. طبعا اليومين دول انا عارف الكل ينتظر ايه الصفقات اللي هيعملها النادي الاهلي ان شاء الله. انا ما اعرفش والله الصفقات ايه، لكن يعني مش كلهم، بس اللي عايز اقوله انه خلينا نركز، ننتظر الصفقات، ننتظر النادي الاهلي عندما يتم الاعلان عن الصفقات القادمه، اللي زي ما بقول للمره المليون اهو، نعم هناك صفقات اجنبيه او من خارج مصر وصفقات مصرية. هل انتهى منها النادي الأهلي؟ أيوة انتهى منها النادي الأهلي تماما، جوه مصر وبره مصر. طيب هتعلن امتى يا عم إسلام؟ مش أنا اللي أقول، لا مش أنا اللي بيقول هذا الكلام، هو النادي الأهلي المشرف على الكرة بيقول، والتوقيت اللي أنا فاهمه أو اللي كلنا كأهلوية عارفينه، لأن ده هو أسلوب النادي الأهلي، ما بيعملش كلمتين كده وخلاص علشان يغلوش على حاجة ولا بتاع، لا، ولكن بعد نهاية الموسم دايما بيكون إعلان الصفقات. فخلينا ننتظر ونبقى في ظهر نادينا خلال هذه الفترة، كلنا نقف في ظهر نادينا، محدش، وكل التحية والتقدير لكل الناس الأهلوية اللي كانوا موجودين في النادي اشتغلوا وأدوا ما عليهم وشكرا جزيلا ليهم. نقلب الصفحة ونبص للي بعد كده، لأن اللي بعد كده يجب أن يكون هناك مساندة، لأن الموسم القادم إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكرمنا والدوري يعود والكاس وكل حاجة إن شاء الله تبقى أحسن من هذا الموسم في كل شيء، في كل شيء إن شاء الله. بكرة عندنا ماتش مهم، لأن إحنا ما زلنا بنجرب وبنشوف لعبتنا وبندي فرص علشان الاستعداد للموسم اللي جاي، سواء اللاعبين الشباب أو مين اللي هيتم إعارته أو مين اللي هيكمل مع الفريق الأول. شفنا تجربة الإعارة قدمت مجموعة عظيمة من اللاعبين، أولهم محمد شريف، أكرم توفيق، محمد عبد المنعم وغيرهم من اللاعبين اللي في الأهلي أو النادي الأهلي اداهم فرصة تلعب بره النادي بشكل مؤقت ورجعت بقت من أعمدة الفريق. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية، ودايما على الحلوة والمرة مع النادي الأهلي في أي شيء.
ومع مجلس إدارة النادي الأهلي في أي شيء وفي أي قرار بيتخذه. كلنا كأهلوية مفوضين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أن يتخذ ما يراه مناسبا علشان يعدل الميلة، علشان الميلة تتعدل إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. مش عايز بس أحط أمال كبيرة ولا حاجة، ولكن إن شاء الله الفترة اللي جاية ستجدوا ما يسركم إن شاء الله. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع أخبارنا، أخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. انتظروا بعد قليل إعلان لقرارات هامة تخص مجلس إدارة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين كان منذ الساعة 5 على ما أتذكر كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، وإن شاء الله انتهى هذا الاجتماع وسوف يتم إعلان قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال شاشة النادي الأهلي زي ما حضراتكم دائما متعودين على هذا الأمر. خلونا نقرأ الأخبار الخاصة بالبيت الكبير. الأهلي بيختتم استعداداته لمباراة إمبي في الدوري العام المصري. تقول لي يعني هو أنت يا عم إسلام هتقول لنا بقى أن ماتش مهم؟ ماتش مهم يا فندم، لأنه في النهاية عندك مجموعة لاعبين، عندك جواهر، مجموعة لاعبين ممكن تكون محتاجة بعض المباريات اللي لعبتها خلال الفترة السابقة مع الفترة القادمة. إن شاء الله إن شاء الله يظهر منهم من يستطيع أن يخدم النادي الأهلي من الخارج من خلال وجوده في إعارة يبقى فيها كويس جدا علشان يرجع النادي الأهلي مرة أخرى. زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده في بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين داخل النادي الأهلي واللي استفاد منهم النادي الأهلي أكرم ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم، وهناك بعض اللاعبين اللي الجمهور كله شايف ان هم، ومش الجمهور فقط ولكن اي حد اهلاوي شايف ان هم لن يستطيع النادي الاهلي ان هو يستفيد منهم، هيكونوا خارج النادي الاهلي. حاجات كتيره جدا جدا سيتم ترتيبها خلال الاسبوع او العشر ايام القادمه، وان شاء الله ان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين دايما يظل شعار النادي الاهلي فوق الجميع، فوق جميع ابنائه، هو الحاجه اللي احنا ماشيين بيها ومتمسكين بيها. كلنا ما عندناش اي مشكله في اي حاجه، الحاجة الوحيدة اللي تهمنا هو اسم النادي الأهلي، اسم النادي الأهلي فقط. فمحدش يقول لك أصل النادي الأهلي بيتهز، النادي الأهلي ما فيهوش عدم استقرار. صدقوني صدقوني مثل هذه الكلمات الناس بتقولها، شوف مين اللي بيقول هذا الكلام، لأن أنا داخل على السوشيال ميديا عمال أقول لك إيه، بص النادي الأهلي وحالة عدم الاستقرار. لا يا فندم، ما عندناش حالة عدم استقرار، إحنا عندنا حب النادي الأهلي فوق كل شيء، حب النادي الاهلي فوق كل شيء. ما عندناش رئيس نادي بيقفل على رئيس نادي تاني، ولا ما عندناش رئيس نادي بيطلع يشتم في رؤساء الانديه ولا في لعيبته ولا في ما عندناش الكلام ده، ما بيحصلش. كل حاجه بتمشي بامور معينه وبشكل معين علشان تظهر لجمهور النادي الاهلي، والاساس اللي شغال عليه ان النادي الاهلي فوق جميع ابنائه، فوق جميع ابنائه. فإن شاء الله كل التوفيق، وزي ما قلت لحضراتكم خلونا نعمل إحنا بقى دورنا كجمهور إن إحنا نعمل مناخ صحي للفريق خلال الفترة اللي جاية، علشان الصفقات اللي سيتم الإعلان عنها إن شاء الله بعد نهاية الدوري أو في الموعد الذي يراه لجنة التخطيط والمشرف على الكرة مناسبا خلال الفترة اللي جاية، هيتم الإعلان عن صفقات انتهت بالفعل، هي صفقات أجنبية أو من خارج مصر وصفقات من داخل مصر سوف يتم الإعلان عنها. اللي احنا عايزين نعمله كجمهور إيه بقى؟ مناخ صحي، مناخ صحي علشان الناس تقدر تشتغل ويتم تقييمهم بشكل جيد. فمباراة مهمة، أحمد نبيل كوكا شارك في المران، إن شاء الله كل التوفيق لكل اللاعبين. قائمة النادي الأهلي لمباراة إمبي إن شاء الله: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، صلاح محسن، محمد محمود، كريم فؤاد، لويس مكيسوني، واحمد سيد غريب، ورأفت خليل، واحمد عبد القادر، ومحمد خليفه نصير، واحمد سيد عبد النبي، ومحمد فخري، ومحمد اشرف، وزياد طارق، ومحمد حمدي، وميدو نبيل، ومحمد احمد شرقيه، وعلي عمر. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. والله الواحد كل ما باجي اقعد اتفرج كده يقول لك ايه، يعني بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيروح دايما يقول لك ايه، هم دول الناشئين، هو حسام حسن عنده كام سنه، هو صلاح محسن عنده كام سنه، مش عارف اقول ايه الحقيقه.
والله بجد في مثل هذه الظروف انا ما ببقاش عارف اقول ايه، لانه في النهايه انا كل اللي يهمني النادي الاهلي فقط لا غير. فعشان كده ببص دايما للناس اللي زي دي. اللي واحد يجي يسالني يقول له يا كابتن انتوا بتلعبوا بالناشئين، تقول له بتلعبوا بناشئين ولا حاجه، انتوا بتلعبوا بحسام حسن على اساس ان حسام حسن ده بيلعب السنه كلها او لعب السنه كلها. حسام حسن كان بيشتكي مثلا ان هو ما بيلعبش، صلاح محسن كان بيشتكي ان هو ما بيلعبش، الناس دي كلها كانت بتشتكي ان هي ما بتلعبش. فبالتالي جعانين كوره، جعانين كوره، عايزين يلعبوا. الناشئين اللي موجودين كل الاسماء اللي انا قلتها دلوقتي، هو احمد عبد القادر، محمد خليفه، احمد سيد عبد النبي، محمد فخري، محمد اشرف، زياد طارق، محمد حمدي، ميدو نبيل، محمد احمد شرقيه، وعلي عمرو، ومصطفى شوبير، وكل الناس دي ما هي ناس كبيره، ناس ناشئين. يلا سيتي كلاب تطلق مشروع سيتي ران في 8 مدن لتشجيع المواطنين على رياضه الجري. بيني وبين حضراتك انا حضراتكم انا واحد من الناس اللي بحب اجري، يعني انا من فتره كده كنت تعرضت لشويه تعب وما كنتش بقدر اجري كتير، دلوقتي الحمد لله فببتدي عايزين بقى نبتدي نجري تاني. فسيتي كلاب او انديه سيتي كلاب اطلقت مشروعها سيتي ران لتشجيع المواطنين في كل مدن ومحافظات مصر على ممارسه الرياضه بشكل رياضه الجري بشكل مستمر. وتطلق انديه سيتي كلاب هذا المشروع بالتعاون مع شركه كايرو رانرز ذات الخبرة الكبيرة في تنظيم فعاليات ماراثون الجري في القاهرة، لتنضم الحملة سباقات وجري في 8 مدن مختلفة في مصر للرياضيين والعائلات على حد سواء. تبدأ بمدينة شبين الكوم يوم 26 أغسطس الجاري برعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء حازم عبد الحميد مدير أمن المنوفية. يتم الاشتراك في الماراثون من خلال التسجيل عبر موقع إلكتروني أعلنته أندية سيتي كلاب على منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ينطلق الماراثون في تمام الساعة 7 صباح يوم الجمعة المقبل بطول 5 كيلومتر من أمام بوابة أندية سيتي كلاب، ويمر في الشوارع الرئيسية في مدينة شبين الكوم. من جانبه أكد العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلاب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية أن المدن المستضيفة للماراثون ستزداد في عام 2023، وأن وجود المبادرة في المدن حاليا هو مجرد بداية. فيتوريا وجهاز المنتخب يتابعون مباراة المقاولون وفاركو بالدوري. أيضا الأستاذ جمال علام بيجتمع مع أو زي ما حضراتكم شايفين بيبقوا متواجدين الحقيقة، جهاز فيتوريا دائم التواجد في مباريات الدوري. الأستاذ جمال علام بيجتمع مع جهاز المنتخب الأولمبي. وفيتوريا أيضا بيزور نادي إمبي ويجتمع بفييرا. منتخب مصر للسيدات يضم نجمة برشلونة سارة إسماعيل، واحدة من نجمات برشلونة بتنضم إلى منتخب مصر للسيدات. على فكرة لعيبة كويسة جدا. منتخب شباب اليد يواجه الجزائر في بطولة أفريقيا غدا. يخوض المنتخب الوطني لشباب كرة اليد مواجهة قوية أمام الجزائر في 3 عصر غدا بتوقيت القاهرة في 3 لقاءاته ببطولة أفريقيا المقامة في رواندا، وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري. قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، خلينا نطلع نشوف هذه القرارات بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم وأهم القرارات اللي تم اتخاذها. وبعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل نستقبل ضيوفنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة كريم سعيد وأحمد ثابت. هنتكلم كلام هام جدا فيما يخص المرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي، أهم قرارات النادي الأهلي، ثم فاصل، ثم كريم سعيد وأحمد ثابت. كل التحية مشاهدينا الكرام عبر شاشة قناة النادي الأهلي، جمهوره العظيم في كل مكان، وعبر المواقع الرسمية، حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نقدم في هذه الدقائق مجموعة من القرارات التي خرجت عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم الثلاثاء 23 أغسطس بمقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب. ونبدأ بالقرار الأول الذي اعتمد فيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشركة المتحدة كمسوق حصري لحقوق الرعاية لقطاع كرة القدم
اعتبارا من الموسم المقبل هذه الحقوق لمدة 4 مواسم تبدأ في 2022 2023 إلى 2025 2026 وفق سياسات البيع والتسويق التي تم التوافق حولها بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي الشركة المتحدة. 2. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم التأكيد على التقدير الكامل للتعاون الذي لاقاه من مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم أستاذ ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم ونائبه المهندس مصطفى فهمي والكابتن علاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة وتوجيه الشكر والتحية لهم جميعا عما بذلوه من جهد كبير خلال الفترة الماضية للمساهمة الفاعلة في رؤية شاملة لتطوير نشاط كرة القدم، وهو الأمر الذي يعكس إخلاص أبناء الأهلي وارتباطهم بخدمة ناديهم في أي وقت. كما قرر المجلس عرض الاعتذار المقدم من مجلس إدارة الشركة عن عدم الاستمرار في مهمته على الجمعية العمومية عقب دعوتها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية للبت في هذا الاعتذار وتشكيل مجلس إدارة جديد. عندنا قرار ثالث وأخير الحقيقة له علاقة أيضا بالسياسات العامة وجهود مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة للارتقاء بكل نشاطات النادي ومشروعاته المهمة والمستقبلية مثل استاد النادي الأهلي الحلم الكبير الذي يراود كل عشاق النادي الأهلي. استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي أيضا اليوم الحقيقة العرض المقدم من السيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية المهندس أيمن إسماعيل وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي حازم هلال حول التطورات الخاصة بملف إنشاء استاد النادي الأهلي وما تم خلال ورشة العمل التي انعقدت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال شهر أغسطس الجاري بحضور أو بمشاركة 4 من كبريات الشركات العالمية. واستعرض رئيس الشركة والمدير التنفيذي أيضا أمام المجلس ما تم إنجازه في الأمور المتعلقة بملف تسمية الاستاد، كما اعتمد المجلس هذا التصور المبدئي لشكل التعاقد على حقوق التسمية للاستاد الجديد، ما يعني إن شاء الله أنه أخبار طيبة يعني تلوح في الأفق يعلن عنها خلال الأسابيع أو الشهور القليلة المقبلة في ملف إنشاء استاد كرة القدم للنادي الأهلي. هذا كان كل ما لدينا من قرارات نعلنها أو تم انتقائها يعني من جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتهم مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الأهلي العاشق لكرة القدم الذي نوجه له كل التحية، تحية أيضا لحضراتكم جميعا. وكالمعتاد نختتم الأهلي في المقدمة وتحية مصر، إلى اللقاء. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة. هبدأ بكريم لو هبدأ عشان أنت النهاردة يعني زكا يا كريم أقول ولا مش؟ لا بلاش بلاش مش أقول صح؟ هتبقى صعبة لو أقول زكا أبو حميد الحمد لله تمام كله كويس؟ الحمد لله. أنا اللي هقوله إيه إن أحمد أصلا ما بيحبش الشاي وإحنا جبنا له شاي فهو ده اللي أنا كنت هقوله. طيب خلينا بقى نتكلم النهاردة في كل الأمور اللي حدثت في الدوري الممتاز السنة دي. يعني في بداية كلامي وأنا بتكلم يا أحمد حبدأ بأحمد في بداية كلامي وأنا بتكلم قلت على أن هناك حالة من الإجهاد الشديد صاحبة النادي الأهلي خلال فترة أو منذ بداية الدوري وحتى الآن، أيضا هناك حالة من الظلم التحكيمي الواضح جدا ضد النادي الأهلي، أيضا هناك سوء مستوى للنادي الأهلي ولبعض اللاعبين، وده الأسباب الأولى اللي من بعدها ممكن نقول التحكيم والأسباب الإجهاد. وبالتالي عايزين نتكلم بقى في كل هذا الأمر، إيه اللي لفت نظرك السنة دي في الدوري العام المصري بالنسبة للنادي الأهلي؟ بعد كده نبقى نتكلم عن بقية الدوري. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أعتقد أن النادي الأهلي السنة دي يعني بنقول دايما النادي الأهلي لو وقع ليه 1000 قومة. النادي الأهلي يعني أعتقد أن حصل ظروف كتير أدت أن احنا ما نحصلش على لقب الدوري السنة دي، زي ما حضرتك تفضلت وقلت طبعا الاجهاد البدني للعيبه، تتابع الماتشات، احنا كان بقى لنا اللعيبه يعني يعتبر بتلعب ماتشات كتير قوي خاصه لعيبه منتخب مصر، يعني سواء عمرو السوليه، محمد شريف، محمد الشناوي، علي معلول مع منتخب تونس، اليو ديانج مع منتخب مالي، قفشه ساعات بيروح المنتخب وساعات لا، مثلا محمد شريف، اكرم توفيق،
فانت كمان النادي الاهلي دايما هو نادي الوطنيه اللي دايما ما بيتاخرش على منتخب مصر في اي حاجه، دايما حتى في يوم الاولمبيات ادى لعيبته للمنتخب، كذلك برضو يوم ما النادي الاهلي في البدايه لو نفتكر بدايه السنه خالص كان النادي الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه وكان لعيبه المنتخب موجوده مع منتخب مصر، يعني كان موجود هناك عمرو السوليه، موجود محمد الشناوي، موجود حمدي فتحي، ورحنا ولعبنا وكسبنا مونتيري المكسيكي ووصلنا للبرونزيه بتاع كاس العالم. لكن دايما بنقول ان اي حد بيوصل للقمه، والقمه اللي هي مش قمه بمعنى ان انت حاجه صغيره، لا ده انت يا جماعه هو الاهلي واخد 2 برونزيه كاس عالم ورا بعض، عمرها ما حصلت في تاريخ النادي الاهلي ان انت بتاخد متتاليه يعني سنتين ورا بعض برونزيه كاس عالم، دي حاجه اعتقد ان دي تاريخيه يعني. هتظل برضو الناس اللي بتنتقد، معلش انا شفت برضو ناس بتنتقد كابتن محمود الخطيب يقول لك ان هو مش موجود او ان انا باخد بطولات وهو موجود، لا الكابتن محمود الخطيب ده اخد اهم نهائي في تاريخ النادي الاهلي من وجهه نظري اللي هو تاريخ نهائي القرن اللي هو القاضي ممكن. انا وجهه نظري واحد من اهم النهائيات الحقيقه، لانه لو من 1907 او منذ بدايه البطولات الافريقيه والبطولات المحليه حتى، لا هناك نهائيات كثيره جدا حصلت، بس ده احلى وامتع نهائي في تاريخ النادي الاهلي. لك ممكن بالنسبه لكريم الوضع يختلف، ولكن خلينا نقول واحد من احلى النهائيات اللي موجوده في الفتره الاخيره يعني. تعالى بقى نتكلم على الاسباب. الاول حاجه طبعا زي ما اتكلمنا الاصابات، الاحمال البدنيه، شفنا التتابع. الحاجه الثانيه ان اي فرقه بتوصل لقمه المجد، طبيعي ان الكيرف بتاعها هيقع. المانيا مثلا لما وصلت وخدت كاس العالم في 2014 الكيرف وقع، ريال مدريد لما اخذ بطولتين في دوري ابطال اوروبا او 3 بطولات برضو الكيرف وقع. فبتبدا ان انت محتاج وقت عشان ترجع، حتى اللعيب نفسه بقى بيدخل معسكر بطولات، عارف انت اللي هو وصلت لمرحله الشبع، فانت عشان توصل لمرحله الشبع دي بتحتاج فتره نقاهه شويه، ان انت بتبعد شويه عن الكوره، بتاخد فتره راحه، فده اللي ما حصلش، غير ان الجدول اللي كان محطوط للاهلي في خلال السنه، الجدول كان صعب قوي. صعب قوي بصراحه. يعني احنا كنا بنحلل 8 ماتشات في الشهر. صح. انا كنت بحسب الارقام حد واربع، يعني انا بيبقى معايا الجدول عشان لما بنيجي نحلل الماتشات. ما بالك باللعيبه. اللعيبه بتلعب 8 ماتشات في الشهر، الجدول مزنوق، رجعت انت النادي الوحيد اللي بتعمل كده. ويا ريته بعد 8 ماتشات بيريح، لا ده بيقوم علشان او بيريح له يوم ولا حاجه وبعدين بيروح مع المنتخب في فترات الاجنده الدوليه، وبالتالي الموضوع اصبح صعب جدا جدا الحقيقه. طبعا يعني غير ان احنا برضو مش حنين في ان اكيد في بعض الاخطاء الموجوده اكيد، لكن دي اسباب طبعاً. في اسباب فعلا قهريه، اسباب ان انت وصلت لحاجات بدنيه زي ما قلنا، الاصابات الكتير برضه، ممكن قصه تغيير المدرب في وسط الموسم بتبقى صعبه، هي تعتبر مش في وسط موسم يا كابتن اسلام، انت غيرت المدرب في اخر شهرين. فدي اخر شهرين اللي هو دوري، عندك دوري وكاس وبطولتين كاس وعندك سوبر. كابتن محمود برضه معلش انا اسف، لان النهارده يوم المكاشفه، يعني لانه طبعًا. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كشف للجميع ان بيتسو موسيماني هو من طلب أن يكون خارج النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، علشان في ناس برضو دايما بتتكلم في هذا الأمر، تقول أنتم مشيتوا، احنا ما بنمشيش يا جماعة، الأهلي عمره ما بيمشي مدرب في وسط الموسم، يعني فايلر قبل كده مشي لأن هو اللي كان عايز يمشي بعد مع بداية الكورونا لو تفتكروا، أيضا بيتسو موسيماني هو اللي طلب أن هو يمشي بعد محادثة يعني أو بعد ميتنج ما بين الكابتن محمود وياسين بيه منصور وساعتها يعني وبيتسو موسيماني. الحاجه اللي مستمره بس السلبيه كمان من العام اللي فات اللي هي الاهداف اللي بتدخل فينا كتير. اوكي. دي اكتر حاجه بصراحه مزعلاني او مضايقاني شويه، ان حته الاهداف، معدل الاهداف اللي بقى بيدخل شباك النادي الاهلي كبير السنه دي والسنه اللي فاتت. في دي الملحوظه الاهم، ان احنا لازم نقف عند الاماكن الدفاع، احنا عندنا في حراسه المرمى 3 حراس ممتازين، يعني سواء الشناوي سواء علي لطفي حتى مصطفى شوبير في المباراه الاخيره متالق كل مباراه بيلعب فيها بيظهر بشكل ممتاز. فحته الاهداف اللي بتدخل فينا لا دي تحس ان هي محتاجين ان احنا نبص ونشوف الاخطاء اللي وقعنا فيها السنه دي عشان ان شاء الله نرجع، وانا واثق باذن الله في النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه والجهاز الفني ان شاء الله هنقدر نرجع وناخد الدوري باذن الله السنه الجايه باذن الله. ويعني ان احنا لو شفنا حتى سجل الابطال يا كابتن اسلام، سجل الابطال عبر تاريخ النادي الاهلي هتلاقي ان النادي الاهلي مثلا واخد البطوله 42 مره، النادي الزمالك واخدها 14، الاسماعيلي 3، الترسانه 1، غزل المحله 1، الاولمبي 1، المقاولين العرب 1. البطوله ال 14 دي النادي الاهلي اللي هي بتاعت نادي الزمالك النهارده، النادي الاهلي كان واخدها سنه 76 77. يعني من زمان قوي، يعني حاجه مهمه. الحاجه الثانيه ان بدايه كل 2000 76 77 76 ما كنتش اتولدت لسه. لا انا 76 كنت يا دوبك شهر 11 فكنت يا دوبك.
فيعني الحاجه الثانيه ان بدايه الالفيه دايما، يعني مثلا ادي قدامنا سجل ابطال الدوري اهو، في سنه 90 النادي الاسماعيلي اخد الدوري 90 91 91 92 الزمالك 92 93 الزمالك برضو، بعد كده النادي الاهلي رجع اخد الدوري 7 مرات على التوالي في بدايه الالفيه. بعد كده في بدايه الالفيه الثانيه اللي هي 20 2000 2001 الزمالك، 2001 2002 الاسماعيلي، 2002 2003 الزمالك، 2003 2004 الزمالك، دول 4 سنين. بعد كده النادي الاهلي رجع ياخد الدوري 8 مرات على التوالي. انا فاكرهم الفتره دي، فاكرها كويس. فهي في بدايه كل فتره او في بدايه كل الفيه ممكن بيحصل تعثر للنادي الاهلي، لكن النادي الاهلي بيقدر يرجع. وزي ما قلنا انا شايف، يعني هختم كلامي في الحته دي، ان الفتره دي يا جماعه فتره محتاجه التكاتف. يعني ايه التكاتف؟ لازم كلنا نكون ورا النادي الاهلي. ابناء النادي الاهلي كلهم لازم يكونوا ورا النادي الاهلي، سواء كباتن الفرقه السابقين سواء اللي لعبوا. بصراحه في حاجه برضو بتزعلني شويه، ان الناس، في بعض الناس بتخرج من النادي الاهلي او ما بيبقاش ملهاش دور في النادي الاهلي او منصب، بتطلع تهاجم النادي الاهلي. اوكي، هو النادي الاهلي يا جماعه مش هيدي لكل الناس، مش عشان انت مش موجود في النادي الاهلي في منصب اطلع هاجمه. النادي الاهلي في مناصب كل الناس مثلا بتبقى ماسكه، انت مثلا 100 فرد ماسك منهم 50 مثلا ماسكين منصب، مش لازم ال 50 التانيين يمسكوا، انت اكيد هيجي لك الدور، مش عشان انت ماسك المنصب ده اطلع هاجم. وده للاسف اللي موجود في الاخر شهر في الاعلام بنشوفه في بعض القنوات، ولاد النادي الاهلي بتطلع تهاجم النادي الاهلي، ودي كارثه يا جماعه. مش عشان انت مش موجود في منصب اطلع هاجم النادي الاهلي، ليه؟ ليه بنشوف الحاجات دي؟ يعني ليه؟ خلينا نتخطى هذا الامر، لانه في النهايه احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، هذا الكيان الكبير بيتسع للجميع. الحقيقه كيان النادي الاهلي طبعًا بيتسع للجميع، قد تكون هناك خلافات شخصيه. خلينا نتكلم، لان انا بس كابتن محمود الخطيب الموضوع ده تحديدا انا اتكلمت فيه مع كابتن محمود الخطيب. فالحقيقه خلينا نتعدى هذا الامر، لان كل حاجه ليها وقتها وكل حاجه ليها كلامها. وحتى لما بنيجي نشرح لجمهور النادي الاهلي ايه اللي بيحصل، يعني انا امبارح شرحت لجمهور النادي الاهلي ايه اللي حصل في قصه كابتن هناء حمزه، بنشرح بكل الاحترام وكل التقدير لكابتن هناء والغيرها. فبالتالي ان شاء الله كل حاجه هتبان، ولكن كله في وقته. بس لازم برضو لازم نحافظ على قيمه كابتن محمود الخطيب. الاولاد اللي طالعه، طبعا الاولاد اللي طالعه دي اللي بتشوف في التلفزيونات وبتشوف الحاجات دي، قيمه كابتن محمود الخطيب، انت طول عمرنا شايفين ان كابتن محمود الخطيب ده قيمه وقدوه في الاخلاق قبل الرياضه قبل الاداره. انت بتشوفه في الاخلاق وفي الادب، بنتعلم منه. تتعلم ازاي منه؟ انا بصراحه بتعلم منه دايما ازاي بيدير الازمه. النادي الاهلي لما بيقع في ازمه، احسن واحد بيعرف يدير الازمه بثق في كامل الرؤيه في كابتن محمود الخطيب، ان هو بيعرف يدير النادي الاهلي وقت الازمات. شوف كده وقت التعرض لكل الازمات في النادي الاهلي، هتلاقي الراجل ده ازاي عرف يدير النادي الاهلي في الفتره دي. فدي دي حاجه لازم نحافظ يا جماعه على القيم، ولازم نحافظ على الحاجات اللي احنا بنتعلم منهم، والناس الاساطير الموجوده ما ينفعش نجرح فيهم، ما ينفعش ان احنا نغلط فيه. الناس دي لازم نحافظ عليها عشان الاولاد اللي طالعه والاجيال اللي طالعه تتعلم الكلام ده، ان انت عندك اساطير موجوده، خاصه واحد زي قيمه كابتن محمود الخطيب لازم نحافظ عليه. تمام كريم، برضو اعرف رايك فيما حدث خلال هذا الموسم مع النادي الاهلي. وطبعا بعد انتهاء الموسم رسميا وفنيا طبعا بفوز نادي الزمالك، واكيد طبعا مبارك لهم على البطوله فنيا، مبروك ليهم. النادي الاهلي محتاجين ان احنا نرجع نعمل فلاش باك، نعم، لاخر 30 سنه ونشوف احنا السجل بتاعنا في الدوري بنمشي فيه ازاي. احنا كابتن اسلام بدايه من كل عقد، كل 10 سنين بنخسر اول من بطولتين 3 بطولات او 4 بطولات زي ما حصل من سنه 2000 لغايه سنه 2004. اللي انا عايز اقف عنده هنا اسلوب حل النادي الاهلي للفتره دي، ودايما النادي الاهلي بيصنف خساره الدوري بانه ازمه، ولا يصنف خساره دوري ابطال افريقيا بانه ازمه. النادي الاهلي يصنف خساره الدوري بانه ازمه. ليه؟ لان الدوري دايما هو المقياس على النفس الطويل للنادي الاهلي. النادي الاهلي دايما مشهور بان هو بطوله الدوري هي البطوله المحببه ليه. النادي الاهلي نادي البطولات ذات النفس الطويل. طيب احنا لما نيجي نبص على التسعينات، في بدايه التسعينات نادي الاهلي خسر الدوري مره لصالح النادي الاسماعيلي ومرتين لصالح نادي الزمالك، قبل ان يعود لاحتكار الدوري من موسم 93 94 لغايه نهايه التسعينات
لما كابتن حسام ابراهيم انتقل نادي الزمالك وكسبوا الدوري في 99 2000. نشوف ايه النادي الاهلي دايما الكابتن اسلام بيجي في بدايه اول موسم بعد الخساره قمه واكثر درجه من الصرامه في التعامل مع الاخطاء الداخليه، لان برضو لازم الناس تعرف حاجه مهمه جدا واحنا بنحلل خساره الدوري. مفيش خساره دوري بتخسره لسبب واحد، لا، لازم اسباب بتتجمع. يعني مثلا انا على المستوى الشخصي انا مثلا بتابع الدوري المصري فعليا من موسم مثلا 87 88. انا شفت النادي الاهلي بيخسر اول 3 دوري في التسعينات، شفت النادي الاهلي بيخسر اول 4 دوري في الالفينيه، شفت 2014 2015. عمري ما شفت في حياتي، على المستوى الشخصي، ده وجهه نظري الشخصيه، هذه الاخطاء الفجه التحكيميه المتعمده من وجهه نظري زي اخر موسمين ما شفتهاش. لكن هل ده السبب الوحيد لخساره النادي الاهلي الدوري؟ لا، وما ينفعش نقعد نقولها كتير. هو سبب موجود، لان البطوله دي يا جماعه طول الدوري من 34 اسبوع، ما ينفعش نقول هو سبب واحد. لا، هو السبب عامل اساسي مؤكد، لكن في عوامل اخرى. ودي مثلا من الجيل بتاع كابتن اسلام، جيل كابتن اسلام والجيل الممتاز مع مستر مانويل جوزيه كان بيتظلم ظلم فج في دوري ابطال افريقيا، ولكن قوه الفريق كانت تستحمل ان في اخطاء تحكيميه في المباراه. وانا قبل كده كنت استشهدت بمباراه انيمبا في ابوجا لما النادي الاهلي كسب 1-0 بجون عماد متعب، ويوميها كان كيم لي شونج حكم موريشيوس هو حكم المباراه، والتسلل ما كانش بيحسبوه اصلا عشان انيمبا يتعادل. فقوه الفريق ساعتها يقدر ان هو يستحمل نلعب جوه ال 18 بس كنا بنهاجم بالظبط، بس قوه الفريق نفسه يستحمل ان الحكم يجي عليا. دلوقتي الفريق لا، مش بالقوه والقدره البدنيه والذهنيه والفنيه انه يستحمل اخطاء تحكيميه. عشان كده انا بقول اخطاء التحكيم مع مباراه الاهلي مؤثره على طول. لو انت حرمت النادي الاهلي من هدف او حرمته من ركله جزاء، انت اثرت على النتيجه، وده كان واضح ان هو معروف، ما علينا. لكن تاني هسيب بقى الحته دي، احنا اتكلمنا على التحكيم كتير، تعال نتكلم على البيت من جوه. احنا بقى من جوه هنعمل ايه؟ اتفضل. مهم جدا ان احنا نشوف مثال مشابه للي كان بيحصل في التسعينات. انا افتكر موسم 93 94 حصل ثوره كبيره في فريق النادي الاهلي، من حيث القايمه، من حيث الجهاز الفني، من حيث امور كتيره خاصه بلجنه الكوره ساعتها. طبعا مع اختلاف ان طبعا يعني نظام الكوره مختلف دلوقتي عن قبل كده، زمان كان في لجنه كوره وكان الموضوع متشعب شويه، دلوقتي دخلنا اهو في شركه الكوره واكيد هيتعين شركه جديده وداخلين في امور مختلفه شويه. فمهم جدا جدا ان احنا نبدا في حل مشاكلنا من داخل البيت، وان احنا ان شاء الله باذن واحد احد ننظم الامور اول حاجه في قائمه الفريق واختيار العناصر اللي تقدر تفيد الفريق ان شاء الله السنه الجايه، وتعالج القصور اللي احنا اكيد اتكلمنا عليه كتير السنه دي. ومهم قوي 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 ان احنا نخلق منظومه وجو جيد للفريق للموسم الجاي. ومهم قوي كمان في وجهه نظري الشخصيه لائحه الفريق. انا افتكر ان اول موسم دايما بعد خساره جامده، حتى افتكر موسم خساره الدوري من انبي في الاسبوع الاخير من موسم 2002 2003 وبعديه، كان في لائحه اشد من اللائحه اللي قبليها. كل الامور دي بتبقى امور داخليه داخل الفريق. مهم جدا جدا انك تنظم البيت في الداخل عشان نقدر نبني فريق. حتى ان احنا بكل امانه يا كابتن اسلام، احنا تعاقبنا على التحكيم ان احنا الحاجه الوحيده اللي طلبنا بيها الحمد لله اتحققت، ان احنا جبنا رئيس لجنه حكام اجنبي، وده امر يحسب لقناه النادي الاهلي والاعلام الحر في الاعلام الرياضي المصري اللي كان دايما عايز يطور منظومه التحكيم. وبصراحه انا شايفها لحد ما بشاير، ما ممكن يبقى لا مش الحقيقه بشاير جيده على الموسم الجاي بصراحه تتطور. والراجل فعلا يعني بشهاده الجميع اللي بيشتغلوا معاه كلهم بيقولوا كلاتنبرج فعلا بيصحح الاخطاء وشغال بشكل كويس جدا. وكمان في حاجه ثانيه، الحكام خايفين منه. الله ينور عليك. الحكام خايفين منه بصراحه. بقول لك ايه، هو ده الموضوع. هو ده الموضوع، ان هو ما يعرفش كريم سعيد، ما يعرفش احمد سيد، ما يعرفش اسلام، فبالتالي كريم سعيد زي احمد ثابت زي اسلام، كل واحد نفس فكره المدير الفني الاجنبي للاهلي او الزمالك او منتخب مصر. حته ايه؟ ان هو ما عندوش مجاملات. كل المدير الفني الاجنبي كان كابتن صلاح الله يرحمه يقول انا بحب المدير الفني الاجنبي، ليه؟ هيجي ما فيش اعتبارات، واللعيبه فعلا اول ما هتشوفه صارم هيتخافوا منه. ده فعلا الوضع اللي احنا بنتمنى ان كلاتنبرج يمشي، وده بس هو في الاخر ايتم او توبيك بره برانا، انا مش في ايديا ان انا اصلحه. يعني احنا شفنا بمناسبه التحكيم برضو، وده شيء هام، لان احنا شفنا مثلا ما يحدث خلال هذه الفتره من التحكيم ايه؟ مثلا هو راجل ما عملش حاجه، لكن هو اعطى فرصه النفس، بمعنى ان انا ممكن يبقى في احتكاك ما بين لاعب والاخر في فتره ما قبل كلاتنبرج كان بيتحسب الفاول وانت مدي ظهرك. نعم.
مدي ظهرك. دلوقتي لا، في الكره بتمشي. يعني انا متخيل ان لو حسبت الكره قد ايه في الملعب قبل كلاتنبرج وبعد كلاتنبرج، هتجد ان هي اعلى بشويه بعد ما كلاتنبرج جه. ليه؟ لانه بيسيب اللعب يمشي شويه. لا، وفي نقطه مهمه جدا جدا تؤكد ان قرار استقدام كلاتنبرج قرار صحيح 100%، هو الكارثه اللي وقع فيها الكابتن سيد مراد المسؤول عن الفار في واقعه الكتل او واقعه الشاي. هو طلع نفاهه بالمناسبه، يعني طلع نفاهه، وبعديها ب 24 ساعه شهود عيان طلعوا اكدوا كلام الكابتن سمير عثمان. يعني حصل هنا اختلاف يا جماعه، دي مصيبه. دي مهم يا كابتن اسلام، اصلا جزء من الشغلانه ثقه، الثقه في الشخص اللي بيدير الامر. ان انت النهارده طلعت نفيد بكامل ثقه، وان انت عمال تقول والله ما معناته والله العظيم يا جماعه ده ما حصل، وحلفت 30 يمين، طلع بعديها ب 24 ساعه شهود عيان بياكدوا يقولوا لا ده الكابتن سمير عثمان الواقعه اللي قالها حصلت، وحصلت في ماتش كذا ومن الحكم كذا، ولما راح سال لان احد العمال هو اللي شال الفيشه. والسؤال هنا العامل ده شال الفيشه بقصد ولا هنخش بقى بقصد ولا من غير قصد؟ فتاني احنا عايزين نقول ان مع كل عقد بيحصل السيناريو اللي احنا شايفينه، النادي الاهلي بيخسر موسمين. ولكن هنا في نقطه مهمه، هل معنى كلامنا فقط هو اللي هيخلي ان شاء الله يعني كده النادي الاهلي يكسب 7 ألقاب ورا بعض؟ لا، الشغل والعمل وتحليل الاخطاء والصراحه والصرامه في تنفيذ وتصحيح الاخطاء دي هو العامل الاساسي اللي بيخلي النادي الاهلي يطلع من اي كبوه. زي ما قلت انا استشهدت بموسم 93 94، واللي من سن يعني مواليد الثمانينات يفتكروا الفتره دي كانت صعبه جدا جدا على النادي الاهلي. بس بيصغر نفسه. بيصغر نفسه يعني قصده ايه مواليد الثمانينات؟ لا ليه، انا بكبر نفسي كده. كبروا عليا ده، انا لسه انا تميت والله من يومين 41 سنه يعني. مش سنه وانت طيب. انت طيب كل ده عشان نقول لنا هاتوا له تورته يا شباب، يعني عشان نقول له كل سنه وانت طيب. ماشي. في موسم 92 93 وصل النادي الاهلي للمركز العاشر كابتن اسلام، المركز العاشر في الدوري. فكانت ازمه كبيره، وبوسط 94 الاهلي قدر بقرارات اداريه وخاصه بالكوره وقطاع الكوره انه يعود للقب الدوري ويستحوذ عليه. نفتكر برضو موسم 2002 2003، بعديها الكارثه اللي مرينا بيها مع توني اوليفيرا في الدور الاول، ووصلنا برضو افتكر للمركز العاشر في جدول الترتيب قبل ما يجي مانويل جوزيه في شهر 11 ويعدل الامور وينهي الدوري في المركز الثاني، وبعد كده يستحوذ مع جيل كابتن اسامه الشاطر على البطولات محليا وافريقيا. فبالتالي هنا مهم جدا ان احنا لازم نشتغل ونرتب البيت من جوه الاول. طبعا التحكيم فيه مشاكل واحنا بنستعرضها وبنفرد لها اوقات كتيره وحلقات كتيره، ولكن مليون في المية الأولوية للنادي الأهلي إن إحنا برضو نصحح الأخطاء من عندنا، وإن شاء الله نبدأ الموسم القادم بشكل مختلف. عايز أقول لك بمناسبة كلام كريم على الأخطاء التحكيمية، لو تفتكروا في الموسم ده والموسم اللي فات إيه أكتر خطأ تحكيمي شفتوه للأهلي إن هو اتظلم فيه جامد قوي بمناسبة إن إحنا وفي نفس الوقت وتحس اتنين بصراحة، يعني بص أنا مختلف ما بينهم، اللي هو الهدف الأخير بتاع بيرسي تاو بتاع فاركو ده. ليه؟ لأن ده بصراحة أنت لو جبت الصورة وحطيتها قدام اي واحد والتاني هيقول لك، والخطا التاني هدف بتاع ايمن اشرف بتاع البنك الاهلي. انا شايف بقى ان تحس ان انت السنه اللي فاتت الهدف بتاع طلاع الجيش اللي ما اتحسبش ده اول ما شفته. اللعيب جايبه يعني من جوه، يعني بمناسبه ان احنا بنتكلم على الموسم ده. أيوة اول ما شفت الهدف اللي اتلغى بتاع بيرسي تاو اللي هو ده، حسيت ان الموسم اللي فات بيتكرر نفس الاخطاء التحكيميه، وحسيت ان الدوري مش بتاعنا من الاخر. يعني نفس الخطا بتاع ماتش الاهلي وفاركو هو بالظبط بتاع طلع الجيش. كربونه يعني، غير الاخطاء التحكيميه اللي حصلت. عارف انا الخطا الاساسي بالنسبه لي ايه؟ كره حمدي فتحي بتاعه امير عابد لما دخل في رجله المقاولين، ولم يتم طرد. ماتش المقاولين بتاع طرد النهارده في كوره في مباراه اعتقد المقاولين او الجونه مش فاكر، انا كنت بتفرج على المباراتين. ولاعب داس على رجل الطرد في ماتش المقاولين وفاركو. كان المقاولين طرد منه لعيب وفاركو وبعد كده منه الاول المقاولين. الاول فاللاعب اللي اطرد من المقاولين ده، انا شفت نقطه يعني انا بشوف ان الكره دي ما لا يستحق الطرد. اوكي انت طردت ده، فما بالك بكره حمدي فتحي اللي دخل، اللي هو امير عابد الباك اليمين بتاع المقاولين العرب دخل فيها في قصبه رجل حمدي فتحي ولم يتم طرده، ولم يتم على ما اتذكر ولم يتم انذاره. وبالتالي لان انا لما بلاعب فريق 10
اعتقد ان بالنسبه لي الفرصه بتكون ممكن أفضل. اطرح سؤال فضل. جريء وقوي ونتناقش عليه، هو بصراحه سؤال واقعي كل امانه ويدور في اذهان كثير من جماهير الاهلي. لنفترض ان الموسم الجاي شهد نفس الاخطاء التحكيميه، طب هنعمل ايه؟ ده سؤال مهم. واحنا وفي ناس يعني بصراحه يعني في اي دراسه بيزنس، اي دراسه بيزنس بيقول لك لازم تحط احتمال حتى لو 1% ان الاسوأ يحصل ممكن. طيب هنعمل ايه؟ لازم انا هنا ردي على الحته دي، لازم ان التركيز على تقويه قائمه النادي الاهلي يصل الى اقصى درجه ممكنه بصراحه. يعني مثلا دايما بنقول يا كابتن اسلام قائمه النادي الاهلي 30 لعيب، منهم مثلا نفترض 15 لعيب كلاس اي والباقي بنحط مثلا 10 لعيب متوسطين مع 5 لاعبين شباب بتحب ان انت تطورهم. لا، الوضع الحالي يتطلب ان يكون في 20 لعيب كلاس اي، 20 لعيب بس. انا هقاطعك بقى هنا. اولا انت مش ضامن ان الصفقات اللي هتجيبها كلها هتنجح. مفيش فريق في العالم بيجيب 10 صفقات ال10 هينجحوا، ده مستحيل. انت على الاقل هتجيب 10، على الاقل 5 6 هينجحوا، ده بصراحه. بس يعني في نقطه مهمه خليني بقى اتناقش معاك فيها. طب ثانيه واحده، ان المحترفين بتوعك الخمسه طبعا لازم يفرقوا، لازم يفرقوا بتوعك. لا لا، يجب الخمس محترفين لازم يكونوا يفرقوا في الملعب. ليه؟ لان كواليتي اللعيب المصري ما عادش زي زمان. صح، يعني انت لما تيجي مثلا بتتكلم على ده على مفيش مواهب. لا بكل امانه مفيش المواهب اللي طالعه هتلاقي اتنين تلاتة اللي هم جامدين، يعني اللي هم كويسين زي زمان كابتن اسلام. يعني مثلا في الوقت من 2004 ل 2010 احنا بنتكلم كم مواهب في الكره المصريه. ده فريق حرس الحدود وفريق امبي وفريق بتروجيت وفريق طلائع الجيش، كان فيهم كم لاعبين جد. الدوري كان اقوى بكتير من دلوقتي، عشان كان ساعتها في مواهب كتيره. ولكن دلوقتي يا احمد انا اشوف وانا بختار الخمس محترفين بتوعي لازم يبقوا جامدين، لازم يبقوا سوبر. ما ينفعش زي بيراميدز اللي فارق مع بيراميدز ايه السنه دي؟ ان هو الخمسه المحترفين بتوعه كويسين، وليد الكارتي، اريك تراوري، بلاتي توريه، صح، فخر الدين بن يوسف، والراجل اللي هو في وسط الملعب ده، وفخر لقاي وبلاتي توريه. الخمسه فارقين هم اللي مخليينه يوصل ان هو بيوصل تاني دوري. صح، يعني الخمسه فارقين. الزمالك برضو اللي فارق معاه السنه دي بن شرقي، صح، سيف الدين الجزيري. المحترفين بتاعه احنا طبعا عندنا محترفين كويسين جدا، بس حصل ان بيرسي تاو كان اصاباته دخل في اصابات. ميكوسوني ما كانش موفق قوي السنه دي. علي معلول برضو كان الراجل مجهد، الراجل علي معلول جات له ماتشات والله كان بيتحامل على نفسه، ما كناش بنقول الكلام ده بس فعلا. وبرضو كان معلول كان بدري بنون لما اتصاب بصراحه، بدري بنون اتصاب. فانت كنت نقدر نقول ان كان في غير مش محظوظين قوي في موضوع الافارقه. فلازم السنه دي الفتره دي ان انت تختار الخمس افارقه، طبعا مع وجود ديانج، مع وجود معلول، مع وجود اللعيبه اللي هتكمل، لازم يكونوا الخمس افارقه يصنعوا الفارق، لازم يكونوا خمسه اساسيين في الملعب. ده التارجت دلوقتي. انا شايفه ان انت في اختيار الصفقات لازم الخمسه في النادي الاهلي يكونوا في الملعب، ما اجيبش محترف اكون بديله مبلغ كبير ويكون قاعد احتياطي او ما يكونش في القايمه، ما ينفعش. ده اللي لازم النادي الاهلي، واعتقد ان هم شغالين على كده. هم دلوقتي حاليا النادي الاهلي شغال على الخمس صفقات الافارقه يكونوا يعني اللعيبه الخمسه الافارقه الاجانب يكونوا تقال. يعني كله، بس انا بتكلم تحديدا على حته الافارقه. ليه؟ لان اللاعب المصري، يعني انت هات لي كده مثلا مين هداف الدوري المصري مثلا بعد زيزو؟ هتلاقي مثلا شادي حسين. مين تاني؟ مفيش حد اصلا لعيب مصري. زمان كنت تلاقي كل اللعيبه بتعدي ال 10 اهداف، دلوقتي مفيش لعيب بيعدي ال 10 اهداف اصلا. مين في مصر بيعدي ال 10 اهداف غير زيزو؟ زيزو اصلا جايب منهم 7 ولا 8 ضربات جزاء. مين تاني بيعدي ال 10 اهداف في مصر؟ مفيش. فانت الكواليتي بتاع مصر بتاع اللي موجود حاليا، وده نتيجه قطاعات الناشئين. قطاعات الناشئين الموجوده لازم تكون افضل من كده. التاسيس من تحت. فانت جوده اللاعب المصري ما عادش زي زمان. اللعيبه الموهوبه حتى في اختيار المنتخب بقى كله بيتجه لايه؟ المدربين المنتخب للمحترفين اكتر، وبيحط عليهم لعيبه النادي الاهلي. ليه؟ لان هم بيلعبوا دوري ابطال افريقيا وبيلعبوا كاس عالم للانديه بس، وهيخش معاهم بعد كده لعيبه نادي الزمالك. فانت الجوده الموجوده في الاختيار مش، وبعدين مش شرط ان انا اقعد اقول ايه ده انا هنعمل مثلا صفقات قويه وفي الاخر مثلا يا جماعه هو ريال مدريد نفسه ما هو جاب هازارد اللي هو كان مكسر الدنيا في تشيلسي، راح ريال مدريد ما نجحش، كان بيلعب بتشيلسي لوحده. مش يعني مش شرط انت، بس انا اللي عايز اكده
ان انت عندك قوام مش وحش، القوام الموجود طبعًا حاليا طبعًا. القوام ده اخد 2 دوري ابطال افريقيا واخد 2 كاس عالم للانديه، يعني احنا لو قلنا كده فرقه مع بعض في النادي الاهلي القوام كاس عالم للانديه اخد ثالث كاس عالم للانديه جاب السما طبعا، بس يعني يعني انت عندك محمد الشناوي ده، هل في خلاف ان محمد الشناوي ده احسن حارس في مصر؟ ده هو في حالته ده طبعا، الاثنين المساكين محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم لا انت عندك قوام، احنا هنقول هم كسبوا افريقيا، محمد عبد المنعم مش احسن، مش ده كان موجود في احسن مدافع في كاس الامم الافريقيه؟ ايمن اشرف مش لعيب عنده خبرات؟ ياسر ابراهيم كذلك لما لعب في المنتخب قدام السنغال ظهر، عندك قوام محترم. الباك اليمين عندك اكرم توفيق مع محمد هاني، اكرم لما يرجع هيديك تقل، عندك علي معلول وعندك محمد شكري وعندك محمد اشرف في الباك ليفت، عندك الاثنين الارتكاز، عندك ديانج، عندك حمدي فتحي، عندك السوليه في الحته اللي قدام، عندك افشه بلاي ميكر، وعندك احمد عبد القادر، وعندك بيرسي تاو، وعندك حسين الشحات، وعندك طاهر، وعندك قدام محمد شريف وحسام حسن، فانت عندك قوام فرقه. يعني هو الموضوع مش موضوع ان انا هجيب مثلا 10، لا انت هتجيب الاماكن اللي انت محتاجها اللي انت هتشتغل عليها مع وجود افارقه تقال تتقل لك الفرقه، تدي لي بقى فارق، خاصه الاجنحه الحته اللي هي النادي الاهلي محتاجها في الفتره الجايه. ليه؟ انت عندك قوام كويس بس الاجنحه بتاعتك محتاجه دعم شويه، خاصه والفول باكس لا والفول باكس طبعا يعني معلش انت النهارده اكرم توفيق لما تم توظيفه في مركز الباك اليمين حل لك جزء كبير قوي من الازمه دي كانت عندك من بعد احمد فتحي بكل امان. اصابه اكرم توفيق خليتك عندك ازمه كبيره، والمشكله كمان في الكره الحديثه كابتن اسلام ان طرق لعب النادي الاهلي سواء 4-2-3-1 او 4-3-3 او 3-4-3 جزء اساسي في الهجوم بتاعك الاثنين فول باكس بتوعك، الاثنين باكات بتوعك الطايرين، لو الاثنين باكات دول عندهم ازمه سواء بدنيه او فنيه او اي سبب كان الهجوم بتاع النادي الاهلي بينقص بنسبه كبيره جدا. وعشان كده بتفق مع ثابت في ان عوده اكرم توفيق مع بدايه موسم مهم جدا تدعيم المركز اليمين باك اليمين وباك الشمال في وجهه نظري في الانتقالات الصيفيه الحاليه بشكل اساسي جدا. لازم يكون علي معلول محمد اشرف يعني لعيب واعد وكل شيء، انا في وجهه نظري الشخصيه ربما يكون من المبكر شويه ان احنا يعني نشيله المسؤوليه دي من دلوقتي، لا محتاج وقت. فتاني النادي الاهلي ان شاء الله الموسم الجاي انا في وجهه نظري محتاجين على قد ما نقدر ان شاء الله كده الناس وهم بيحطوا القايمه ان كل مركز يكون فيه 2 لعيبه ما يقتربوا من كلاس اي لغايه لما اوصل ل 20 لاعب، انا عندي 20 لاعب كلاس اي اقدر بيهم اعمل فرقتين. لان فعلا دي نقطه مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها هنتكلم عليها السنه الجايه، وافتكروا قولوا اهو سمعتوها من قناه الاهلي. في وجهه نظري الشخصيه الدوري المصري سيفقد اهميه كبيره جدا 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 له في السوق مع بدايه انطلاق دوري السوبر الافريقي. ليه؟ بسبب الجوائز. جوائز دوري السوبر الافريقي بصراحه جوائز يعني كبيره جدا، 11 مليون دولار كبيره قوي. لو جيت النهارده في وسط الموسم وانا مضطر اختار ما بين اكمل المنافسه هنا ولا هنا، كل الناس اللي كانت بتقول الدوري كلها هيقول لك كل الناس هتقول لك دوري السوبر، اركن ده على جنب كده بقى، احنا فين يا جماعه دلوقتي؟ في دور ايه؟ احنا في دور مثلا يعني بقول مثلا ال 16، لا شكرا باقي الدوري ده ايه هنخسره، بس انت متاكد ان نظام التاهيل هيوديه دوري السوبر الافريقي السنه الجايه؟ طب لو سمحت بقى اركن لي الدوري ده خالص، مش عايزين نلعب، مش مهم، مش هنتابعه. ليه؟ الدوري الثاني هيديك 100 مليون جنيه ولا 200 مليون جنيه، فرق شاسع. حضرتك متخيل هننافس على بطوله؟ انا ما اعرفش بصراحه بطل الدوري بياخد كام، 200 مليون جنيه؟ مليون تقريبا، مليون حاجه صغيره، مليون واحد فاكر، مليون ولا اتنين؟ مليون تقريبا. لا والله بجد مليون جنيه بس الرابطه بتوعد يعني وعدت ان هي هتزود مليون جنيه تقريبا، مليون جنيه كمان. اوكي احنا بنتكلم بزنس بشكل واضح قدامي، بطوله الفايز بيها هياخد 2 مليون جنيه وضغط عصبي وضغط بدني وتحفيل على السوشيال ميديا وهرت وهبد وكل حاجه، وبطوله قدامي اذا اجتهدت فيها وكسبتها هاخد 200 مليون جنيه. بس يا كريم برضو لا. اي بطوله للنادي الاهلي بيخشها بنبقى عايزين ناخدها. لا انا ما قلت ايه قبل ما اتكلم، انا قلت ايه؟ قلت اذا وانت بتتكلم كده تم اختيارك، خيرت بالتركيز. جه مدير فني قال لك بص بكل امانه انا لا املك حاليا القدره نفس عديفة في وقت واحد، ما اقدرش، انا محتاج اركز على واحده. وده ساعات بيحصل في اوروبا على فكره، ساعات بيحصل في اوروبا بنشوف فرق ها
ممكن اتلتيكو مدريد لما بيلاقي نفسه كمل في اوروبا هوب خلاص بيطلع من الدوري، ما يقدرش ينافس في الدوري، بيبعد حتى ايفي لو هو قريب من ريال مدريد او برشلونه. فتاني انا بشوف ان احنا محتاجين نبص على الخريطه بتاعه المواسم الجايه، وصناع الكره في مصر وصناع الرياضه في مصر محتاجين هم يبصوا كويس، لان انا في وجهه نظري لو مشينا بالشكل الطبيعي ده قيمه الدوري المصري واهميته هتبدا تقل، والناس هتركز على حاجه واحده بس، انا عايز اضمن المركز اللي بيأهلني لدوري السوبر، وبعد كده بقى ايه حلال. ما اعتقدش ان ده جمهور النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. احمد خليني ابدا معاك برضو ب نعرف الفرق الافريقيه عملت ايه، يعني الترجي، الوداد، بقيه الفرق الافريقيه ماذا حدث؟ اعتقد ان دوري ابطال افريقيا السنه الجايه هيبقى اصعب كمان، فاحنا لازم نكون برضو مهيئين لكده. الترجي شغال بسياسه ان هو ايه، الترجي شاف ان اغلب الانديه اللي بتاخد بطولات افريقيه في السنين اللي فاتت، يعني مثلا النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني، الوداد مع وليد الركراكي، يعني بتحس ان هم وطنيين، فاتجه ان هم عينوا المدير الفني نبيل معلول. الترجي عاملين صفقات كويسه جدا طبعا، معينين نبيل معلول مدير فني، جايبين رياض بن عياد اللي هو مهاجم وفاق سطيف الجزائري اللي هو كان قابلنا وسجل فينا هدف، مهاجم كويس جدا. رجعوا ياسين مرياح مدافع منتخب تونس قلب دفاع دولي طبعا، معتز اللعيب الارتكاز ده لعيب كويس جدا برده، مع محمد علي بن رمضان، مع جلان الشعلالي في وسط الملعب فهيعملوا شكل كويس. برضه محمد شراره اللي هو الجناح الاردني اللي كان عامل قدامنا في كاس العرب قدام ماتش مصر والاردن كان عامل اداء كويس، تعاقدوا معاه. كذلك زين الدين ساسي ده لعيب صغير في السن ولعيب ارتكاز. فاعتقد ان الترجي ماشي بشكل كويس مع مدير فني برضه تونسي عنده خبرات افريقيه، هم يمكن ناقصهم التدعيم بس في الظاهرين، واعتقد ان هم هيكونوا منافس كويس او منافس يعني ممكن يوصل لنص النهائي في دوري الابطال افريقيا السنه دي. الوداد وليد الركراكي رحل طبعا هيمسك منتخب المغرب، اللي مسك مكانه الحسين عموته اللي هو كان واخد معاهم بطوله 2017 اللي هو كان دايما مشهور بطريقه الاوتوبيس ان هو بيعمل بارك ذا باص ورا، ان هو بيلعب دفاع منطقه وبيعتمد على الهجمات المرتده ايام لما كان ماسك النادي الاهلي في الفتره دي كان كابتن حسام البدري لما خسرنا النهائي منهم. الوداد يمكن انا شايف ان الوداد هيتاثر قوي السنه دي برحيل اشرف داري. اشرف داري ده كان احسن مدافع السنه دي في دوري ابطال افريقيا، قدم اداء، راح الدوري الفرنسي وسجل هدف كمان، بدا معاهم بدايه كويسه. كذلك برضو رحيل المهاجم مابينزا اللي هو المهاجم الافريقي اللي احنا شفناه في المباراه النهائيه اللي هو المهاجم الخطير ده، راح الدوري البلجيكي. فانت بيمشي من عندهم قلب دفاع اساسي وبيمشي من عندهم المهاجم الاساسي، اعتقد ان هو ممكن يفرق معاهم، ولكن اتعاقدوا برضو مع صفقات كويسه. يعني زهير المترجي ده غير المترجي الثاني، في مترجي برضو ده كان الاكثر اسيست في الدوري المغربي، جناح ممتاز اتعاقدوا معاه. كذلك برضو ضموا حميد احداد لاعب نادي الزمالك والرجاء السابق، ضموا محمد اوناجم من نادي الزمالك، فعاملين صفقات. اوناجم واحداد بيمشوا كويس في الدوري المغربي، اوناجم ليه علاقه خاصه كده، الكيمياء بتاعته ماشيه مع الوداد المغربي محمد اوناجم، حميد احداد بينجح دايما برضو في الدوري المغربي تحس ان هم بينجحوا معاهم. فالوداد برضو دعم بشكل كويس، ولكن انا شايف ان صفقات الترجي برضو قويه اقوى، يعني صفقات الترجي واضح ان هو عايز يرجع. الوداد رحيل اشرف داري وما بينزا اعتقد ان هم هيأثروا عليه شويه، ولكن الوداد برضو يظل فريق محترم وفريق قوي. تمام كريم، برضو من بطولة الأفريقية السنة اللي جاية هتبقى دوري أبطال أفريقيا، السنة اللي بعدها اللخبطة بقى اللخبطة دي، يعني نقعد نتلخبط، يعني هل هنلعب دوري سوبر ودوري أبطال أفريقيا أو دوري وكونفدرالية وكل ده؟ هيلعبوا التلاتة بنفس، عشان الناس تركز فيها، بنفس النظام بتاع كأس الأمم الأوروبية اللي هو دوري الأمم الأوروبية اللي هو أربع تصنيفات، وكل تصنيف بيطلع ليه اللي بعديه. المعلومة بس الوحيدة المنتشرة واعتقد هي مش حقيقيه بس هي منتشره بشكل كبير في الايام الاخيره، ان هم قالوا ده اللي هيمثل افريقيا في المونديال هيبقى عن طريق دوري ابطال افريقيا مش عن طريق دوري السوبر. وطبعا دي معلومه انا اعتقد مليون في الميه معلومه مش صحيحه، ان ما ينفعش تبقى اعلى بطوله عندي واللي الناس كلها بتبص عليها والاكثر تسويقا واكثر كبس تلفزي وكل الفلوس رايحه لها، مش هودي الابطال بتوعها او يعني البطل او الوصيف لمونديال الانديه. اذا اعتبرنا طبعا البطوله بعد كده تتلعب 24 فريق، طبعا في ظل ان يقال ان بسبب الاجنده
حاليه لكاس العالم انها تتلعب في نوفمبر وديسمبر في قطر، فبالتالي بنسبه كبيره بطوله مونديال الانديه القادمه كابتن اسلام هتتلغي، يعني فعلا مفيش وقت انها تتلعب. وكمان الرعاه بس اعتقد يعني فعلا معظم الرعاه هيبقوا حطوا كل ضخوا كل الفلوس اللي في جيوبهم في شهر نوفمبر وديسمبر في المونديال. انا النهارده عندي بطوله في العب ليه في كاس العالم ليه استنى فبراير ان احط فلوس في بطوله فيها ست انديه او سبع انديه هيلعبوا خمس ايام؟ ليه اعمل كده؟ لا انا لو عايز النهارده اكسب البراند بتاعي انا احط الفلوس في المونديال. فبالتالي بنسبه كبيره مونديال الانديه السنه دي هيتلغي. طب اذا ده اتلغى، ده كان المفروض اخر نسخه لمونديال الانديه وهو فيه سبع انديه، المفروض بعديه النسخه كانت تتعمل في دوله الصين وكانت يعني هيضم 24 فريق. في وجهه نظري البطوله دي تتماشى مع دوري السوبر الافريقي، بان انت هنا محتاج فعلا تاهل يعني سواء يعني ليك مقاعدين او مقاعدين ونص او ثلاث مقاعد، ممكن تاخد البطل الوصيف لدوري السوبر وتاخد بطل دوري ابطال افريقيا، وهم هيعملوا النظام ما بين الثلاث بطولات بنظام دوري الامم، ان انت بطل الكونفدراليه من حقه يشارك في الموسم اللي وراه في دوري الابطال، ودوري وبطل دوري الابطال من حقه انه ياخد تذكره او ياخد فري باس يعني لدوري السوبر الافريقي. وبالتالي طبعا اكيد اللي احنا بنتكلم فيه ده فعلا يعني يعزز ويزود اكيد من التنافسيه في البطولات الافريقيه. وفي وجهه نظري تاني انا بعيدها انه هيأثر بشكل كبير جدا على الدوريات المحليه، واضح في الاعتبار ان مهم جدا كابتن سامي نتكلم على الاجنده، ان هنا ساعتها مثلا الفريق الواحد ممكن يصل عدد مبارياته في الموسم الواحد من 70-80 لو وصل الادوار النهائيه في البطولات الافريقيه، لان الدوري السوبر كان اللي ما جربش يجرب بقى يا خبر لا متخيل لا ده كمان يا ثابت ايه انت بتتكلم في الاول في هذا الامر انه يجب ان يكون هناك اكتر، اولا القائمه تبقى اكتر من العدد اللي موجود فيه دلوقتي، ثانيا ان دايما نادي زي النادي الاهلي مثلا يبقى عنده امل او فريق الامل او فريق الفريق به اللي هو مش به يعني، لكن اللي هو مجموعه ريزيرف فريق الريزيرف بتاع زي اوروبا بالظبط كده، على اساس ان انت تشوف البطوله الاهم بالنسبه لك ايه وتعمل فيها. السؤال المهم هل هتصعب جدا هتسيب الدوري المحلي 18 فريق؟ صعب جدا صعب جدا لان انت هتلاعبني 34 اسبوع، ودوري السوبر اصلا البدايه بتاعته بسم الله الرحمن الرحيم انا هلعب فيه حوالي 21 ماتش كله لو وصلت للنهائي 21 ماتش اذا وصلت للنهائي، لكن قبل ما اوصل للنهائي هلعب حوالي 14 هتلعب 14 7 و7 هلعب 14 ماتش دول انا ضامنهم هلعبهم ف 14 و 34 48 ماتش حط عليهم مثلا حوالي 4 او 5 ماتشات في الكاس، يعني انت اصلا كده واصل ل 50 مباراه بخلاف المباريات بقى الدوليه والمنتخبات السوبر وخلاف المنتخبات الدوليه وخلاف السوبر. فلا انا اعتقد ده يعني احنا لازم نبص بشكل قوي جدا على النسخه القادمه من الدوري المصري. انا في وجهه نظري ما ينفعش نسيب الامور بنفس الشكل الحالي مع تاكد اشتراك الانديه المصريه بكل تاكيد في دوري السوبر الافريقي، لان استحاله فريق يقدر يلعب هذا الكم من المباريات. والله اعلم كمان انا ما اعرفش الاجنده بتاعه الدور اللي هو التمهيدي ده هتتلعب ازاي، يعني 14 ماتش دول هيتلعبوا في وقت قد ايه، ان اكيد برضه هم عايزين يخلصوا البطوله وتتماشى مع البطولات الاوروبيه، فمحتاجين طبعا ان احنا ندرس الكلام ده من دلوقتي بدل ما نستنى ومعرفش نعمل ايه وهوب ونيجي بقى قبل الموضوع بشهر او شهرين يلا يا جماعه اقلبوا. فاتمنى باذن الله ان يتم التفكير في الموسم بعد القادم، ويتم لازم نقلل اعداد الانديه في الدوري المصري. طيب الدوري المصري السنه دي مين اللي هيهبط من وجهه نظرك؟ اعتقد يعني هو خلاص في فرقتين هبطوا المقصه فرقه واحده يعتبر المقصه و لسه استر والجونه والمقاولين هيهبط منهم اثنين ثانيه اقول لحضرتك المقاولين دلوقتي يعني 32 فوز 32 كسب وعنده المقصه نزل 15 نقط، انت ايسترن كومباني 29 ولسه عنده ماتش بكره مع الاسماعيلي والجونه 30 نقطه ولسه له ماتش بعد ما لعب النهارده لعب النهارده مع اسمه والمقاولين 32 كسب فاركو 2 والمحل 34، فانت كده الاقرب بكره ايسترن كومباني لو ما كسبش او حتى ما تعادلش
هيبقى موقفه صعب جدا، هيبقى هو الاقرب للفريق الثاني يعني، لان هو 29 نقطه فهو محتاج يتعادل او يكسب عشان حتى يبقى 32 او 30. لو بقى 30 هيبقى هو والجون هيبقى فرق نقطتين على المقاولين. فهي الدنيا مش واضحه لسه لغايه دلوقتي. يعني الدنيا مولعه ما بين الثلاث فرق دول تحديدا، المقاولين والجون او ايسترن كومباني، هينزل بس منهم فرقتين. اعتقد المحل عايز له ماتش واحد، حتى لو اتعادل يعني. هي نقطه الامان 35 نقطه. نقطه الامان لو وصلت ال 35 انت خلاص ضمنت البقاء في الدوري. يعني الانديه اللي ضمنت، انت عندك المصري، سيراميكا، الاسماعيلي، الاتحاد، انبي، دول خلاص. المحلة لسه له نقطة وخلاص، يبقى لسه انت الفرق المقاولين والجونة وسترن كامل، دول هينزل منهم اثنين. المقاولين لو كسب ماتش هيبقى برضو ضمن، يعني 32 هيوصل 35. طب خلاص يبقى هما الاثنين، يبقى الاثنين الباقيين. فاسترن كامل لو كسب، المقاولين لو كسب يبقى خلاص، هيبقى خلاص. المقاولين بس استرن بكره عنده ماتش. المقاولين لسه له الاتحاد في الاتحاد والمصري. اوكي. الماتشين اللي متبقيين للمقاولين، الايسترن كومباني الماتشات اللي متبقى له 3 ماتشات، الاسماعيلي بكره وبعد كده البنك الاهلي وبعد كده الزمالك. اوكي. فالزمالك حسم الدوري برضو، فهيبقى خلاص عندك البنك الاهلي وعندك الاسماعيلي، برضو تعتبر ماتشات يقدر ان هو يحقق فيها مكسب. الجونه الماتشات اللي لسه له فيوتشر وبيراميدز. فيوتشر وبيراميدز ماتشين صعبين. هو ميزة الثلاث فرق، لا بس هو ميزة الثلاث فرق ان هم هيلعبوا مباريات اعتقد ما فيهاش ضغط عصبي. يعني مثلا لو كان ايسترن عنده ماتش مع المقاولين، ده ماتش صعب جدا عصبيا. او بتلعب المحله، ماتش هتنزل قدام لعيبه نازله بكامل قواتها البدنيه والذهنيه. فاعتقد ترشح مين من الثلاث فرق؟ انا اشوف ان المقاولين هيهرب من الكلام ده. الجونه وايسترن كامل هم الاقرب. انا بقول كده برضو، الجونه وايسترن والمقصه برضو الثلاث فرق دول الاقرب. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نكمل كلامنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كيف لعب النادي الاهلي امام النادي الاسماعيلي؟ خلينا نشوف من خلال الشاشه. اتفضل. طبعا مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي يمكن هي ما كانش فيها فنيات كتير، ولكن هنبص بس كده على فكر ريكاردو سواريش في المباراه. هو كان بيعتمد على ان النادي الاهلي دايما بيرتد في الحاله الدفاعيه زي ما احنا شايفين كده بالخمسه 4-1، الخمسه اللي ورا مثلا شرقيه ومتولي وعبد المنعم ومحمد اشرف وكريم فؤاد وزياد طارق هنا بيرجع يرتد، وميكوسوني وفخري وميدو نبيل، وقدام طبعا احمد سيد غريب. فده شكل النادي الاهلي كان هو بيحاول يضيق المساحات طبعا قدام النادي الاسماعيلي على قد ما بيقدر، 5-4-1، وزي ما احنا شايفين الجناحين مرتدين وبيدافع في حوالي مسافه 30 متر. يعني يمكن لو قسنا المسافه هنلاقي ان هي 30 متر النادي الاهلي كان بيدافع، والنادي الاسماعيلي هو اللي كان مستحوذ على الكوره. قيس كده لو تعرف تقيس المسافه حتى ما بين احمد سيد غريب وشرقيه، هتلاقي برضو ان المسافه اهي هتلاقي حوالي يعني 21-22 متر. أيوه. فهو ده انا شايف ان ده اسلوب دفاعي كويس، ولكن انا شايف ان النادي الاهلي مفروض يكون هو اللي بيهاجم، هو اللي بيستحوذ، هو اللي يكون بيسيطر اكتر، هو خاصه كمان ان احنا او يتقدم شويه. يعني يتقدم شويه مش ويكون كل الشكل يبقى زون دفاع. الشكل ده بيدينا احساس ان احنا بنلعب زون ديفنس. وهي لو حصلت مره ثابت اوكي ممكن تعدي، لكن احنا ما شفناها بتتكرر. طبعا اكيد هو معهوش تحصل امتى كريم برضو. هو طبعا هو معهوش اللعيبه وكل حاجه وبيلعب بالشباب وخاصه كمان ان احنا كنا بنلعب بثلاثه اساسيين بس وكان 7 ولا 8 من الناشئين او من الشباب، ولكن دي بتبقى مقبوله شويه في الماتشات اللي هي في افريقيا بره ملعبك. لما تيجي تلعب الترجي في رادس، لما تيجي تلعب الوداد في المغرب، لما تيجي تلعب مازيمبي في الكونغو، لكن في مباريات الدوري انت دايما بتبقى يفضل ان انت تكون الابر هاند. ولكن ده كان اسلوب لعب مكمل. نشوف بقى الراجل كان بيعتمد على ايه. ده الخمسه 4-1 زي ما احنا شايفين الشكل كده اهو، بيحاول ان هو يضيق المساحات وبيضيق زوايا التمرير. دايما بتقفل على لعيبه الاسماعيلي زوايا التمرير قدامهم، سايبهم بتحضر عند قلبين الدفاع. اول ما الكره بتوصل للاعيب الارتكاز محمد عادل بيبدا عمليه الضغط. هنا بقى النادي الاهلي بيقطع وبيعمل عمليه التحول، ولكن للاسف حته التحول من الدفاع للهجوم كانت سيئه. ليه؟ بس يعني خليك هين شويه عشان اللي بيلعبوا برده ما عندهمش الخبره الكبيره ان هم ينفذوا اللي انت عايزهم ينفذوه. طبعا بس شكل الهجمه المرتده كريم مش احسن حاجه، ما فيش عمق هجومي، ما فيش حد عامل لك العمق، ما فيش تحولات، شفناش تحولات. وبالتالي ادي الفكر. يعني انا جايب لقطه بتبين لك الراجل كان عايز ان انا بدافع وبلعب دفاع منطقه وبعتمد على الهجمه المرتده. وجهه نظري ان ده مش شكل النادي الاهلي قوي في المباراه دي. محتاج ان انا اهاجم وابقى انا الابر هاند، انا اللي ابقى الفعل ما ابقاش رد الفعل. انا النادي الاهلي اللي الفرق بتخاف مني، ده وجهه نظري. لا وحاجه ثانيه، هو كمان ممكن يستغل ان هو يعني مجلس الاداره شايل من على عاتقه
المنافسة في الأسابيع الأخيرة على الدوري إن أنا ممكن أخاطر، يعني ما فيش مشكلة خالص إن أنت تعود الشباب الصغيرين دول من دلوقتي يا جماعة إحنا هنلعب بالسيستم ده وهنخاطر ولازم نهاجم ولازم إن إحنا النهاردة نضغط من قدام شوية. إحنا أنا بصراحة رافض تماما إنك تزرع فكر إن أنت بتلعب زون ديفنس في مثلا يعني 55 دقيقة من وقت الماتش، ده ما ينفعش انك بتزرع الفكر ده ولما تيجي تغيره اللعيبة تيجي تقولك طب ما انت عودتني على النظام ده جاي وقت تغيره فبتبقى مشكلة. بعدين اللعيبة كمان بص الهجمة، تعال نتفرج على اخطر دول، انا جايب اخطر هجمتين للنادي الاهلي في الماتش، الهجمتين جايين من امتى؟ لما الظاهرين بدأوا يتحركوا جوه منطقة الجزاء، دول والاثنين اللي عاملهم حسام حسن على فكرة. دي واحدة، حسام حسن بعد نزول محمد محمود اللي اتأخر جدا في تغييره كاردو سوارش اتلعبت ليه احمد سيد عبد النبي اللي انا بعتبره واحد من المكاسب، احنا بقى والله عندنا لعيبه صاعده كويسه، عندك احمد سيد عبد النبي ومحمد اشرف الاثنين كويسين باكات كويسين وصراع، هنا اللي عامل الفرصه مين؟ حسام حسن بيقاتل على كل كوره، وهنا طريقه اللي انت بتلعب بالهجمه المرتده حسام حسن مش مناسب ليها، حسام حسن عايز راس ماله العرضيات، عايز باكين بيطيروا وتعمل له عرضيات، لكن هو مظلوم في طريقه اللعب دي ان انا بلعب دفاع منطقه، دي مش ده مش ستايل، ده ستايل محمد شريف مش ستايل حسام حسن. هنا محمد محمود لما نزل بيعمل لك الفارق، بيعمل لك تمريره حاسمه اهو، واحمد سيد عبد النبي طبعا بيشيلها حارس الاسماعيلي محمد فوزي. هنا الهجمه جايه من خلال ايه؟ من خلال محمد محمود اللي كانت تغييرته فرقت واللي اتاخرت جدا، وهنا احمد سيد عبد النبي تواجده داخل منطقه الجزاء اللي هو الظهير الايمن بتاع النادي الاهلي. دي تعتبر اخطر فرصه، تعال نشوف الفرصه الثانيه الخطيره برضه. نفس الشكل محمد فخري بيلعبها لمين؟ لمحمد اشرف، مين هنا اللي بيقاتل على الكوره؟ حسام حسن، نفس فكرة اللعبة التانية برضو، مين اللي جوه منطقة الجزاء؟ محمد أشرف اللي هو الباك ليفت. هنا أنت عندك أنا بشوف إن الباكين دول مكسب جايين، سواء محمد أشرف وأحمد سيد عبد النبي بعد سنتين ثلاثة أعتقد إن هم إن شاء الله هيبقى ليهم مستقبل كويس. بص بيكمل، هنا بيصدها طبعًا حارس الإسماعيلي محمد فوزي. هنا كان ممكن يتقل على كورته، كان ممكن الحارس يعمل معاه ضربة جزاء. كان ممكن يشتم تحت. بس لو كان تقل كانت هتبقى ضربة جزاء. خلينا بقى كابتن اسلام نختم ب احد ابناء العاملين، ان احد الابناء العاملين كانوا عاملين، يعني الناس دايما بتقول يا جماعه ابناء العاملين ابناء العاملين، لا مصطفى شوبير بصراحه بيؤكد ان هو حارس مرمى واعد، وشفنا له تصديات ممتازه في المباراه الاخيره، مش بس مباراه الاسماعيلي، الكوره دي تصرف ورد الفعل بالنسبه له ممتاز جدا، والهجمه طبعا اللي كانت في الشوط الثاني الهجمه اللي كان فيها يعني دبل سيف، خلينا نقول يعني مثلا الكره دي البوزيشن بتاعه ورؤيته للتسديده وان هو محافظ على تمركزه وازاي قدر ان هو يمسك الكره، لان الكره مثلا هنا لو هو اخطا وقعت منه على طول الفولو اب هيخش يعمل مشكله. نشوف برده هنا برده سرعه رد فعله والتمركز بتاعه دي صعبه قوي جاي جدا، لا الصعبه فعلا كانت في الشوط الثاني، الشوط الثاني دي كانت صعبه جدا بنتكلم على سرعه رد فعل، بس دي برضو راس هي تحظى ان هي جت نص الجون، بس هو كويس بالظبط. دي الكوره اللي انا بتكلم عليها انا وثابت، كوره اتشاطت، عمل الدرايف، عمل الدايف بتاعه بشكل مميز جدا وقام بسرعه عشان يلحق. طبعا اللاعب كان متسلل، ولكن اذا افترضنا ان هو مش متسلل رد الفعل بتاع الريفلكس بتاع ايده ممتاز جدا حارس واعد، وبصراحه ربما انا في وجهه نظري ربما يكون من سوء حظه ان هو ابن الكابتن شوبير، الناس هتيجي تقول هو ابن شوبير لا بصراحه مصطفى شوبير قدر ان هو يستحوذ على اعجاب ناس كتيره بادائه وبجهده. ودايما يا جماعه عايزين نتفق على حاجه فعلا، ان اي رياضه اللعيب بدراعه كل امانه، دراعك شايلك انت هتشيد بيه، دراعك مش شايلك وانت على مستوى خمس او ست مباريات ما قدمتش اوراقك، مهما 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 كان في دعم ليك وفي ناس بتساندك لكن الجمهور مش هيقبلك، وهتلاقي ان طريقك في الملاعب مش بنفس الجوده لو انت اثبت مش نفسك. هتوصله كمان يا كريم الفريق الاول، مستحيل والله يعني مش هتوصله يعني مستحيل لو انت ابن احد ابناء العاملين مستحيل توصلك مستحيل. ان انت توصل الفريق الاول بالنادي الاهلي رياضه جماعيه، وانت بتنافس حراس زي مين زي الشناوي وبتنافس حارس، لا ومش شرط حارس حتى لو لعيب في الفرقه، حتى لو بتلعب لعبه فرديه اي نوع، طالما قررت انك تمارس رياضه فانت رصيدك هو دراعك ورجلك بس. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره وفيما هو قادم. زي ما قلت لحضراتكم ما تنسوش بداية الكلام اللي اتكلمت فيه مع جمهور النادي الأهلي من خلال البيت الكبير، قلت لحضراتكم أن هناك عدد من الصفقات انتهى التعاقد معها بالفعل مع النادي الأهلي طبعا لفريق كرة القدم،
صفقات من داخل مصر وصفقات من خارج مصر، إن شاء الله سيتم الإعلان عنها تباعا بعد نهاية الدوري الممتاز. بشكرك يا أحمد على وجودك معنا، أنا بشكرك كريم على وجودك معنا، أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. غدا إن شاء الله مباراة الأهلي وإمبي، بعد المباراة وقبل المباراة وبعد المباراة إن شاء الله هكون معاكم الاستوديو التحليلي من خلال شاشة قناة النادي الأهلي. إن شاء الله أشوف حضراتكم قريبا على خير، وكل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته بكرة. أشكركم وأشوف حضراتكم على خير.